السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدكة والحديث عن كأس جلالة السلطان المعظم دور الثمانية، مباريات الذهاب اللي اختتمت اليوم بإقامة مباراتين. في قادم الوقت راح نتعرف أكيد على نتيجة المباراتين وعلى أهم الأحداث، وبانتظار أكيد بعد ذلك في الشهر القادم بتاريخ 8 مباريات الإياب اللي من المؤكد أن تكون مباريات حاسمة مع وجود أفضلية لبعض الأندية اللي حققت طبعا نتائج إيجابية بالذات في مباراة أو في مباراة الذهاب. قبل ذلك أرحب بأعضاء الدكة هلال البخيني وسيف سلطان، مساكم الله بالخير. حياك الله سيف الجابري وهيثم خليل، مساكم الله بالخير. يا هلا وسهلا فيكم. إذا مباراتين اليوم، مباراة في صورة ومباراة في استاد السيب، نتعرف معا على نتيجة هاتين المباراتين. في اللقاء الأول صور اللي يحتل حاليا ثاني جدول الترتيب بالنسبة لبطولة الدوري يتفوق 2-0 على نادي النهضة، أما اللقاء الثاني العروبة بصعوبة يتجاوز المضيبي بهدف أحمد مشعل. هاي طبعا نتيجة مباراتي اليوم. نبدأ الحديث طبعا عن لقاء صور والنهضة. صور عن طريق سعود الفارس ومحمد مبارك استطاع أن يعني يكسب المباراة، وبالتالي في وضع أكيد أفضل بكثير عن النهضة قبل مباراة الإياب. هيثم خليل نرحب فيك، كنت بالأمس يعني الأخوة ربما توقعوا تكافؤ كبير في هذه المباراة لكنك رجحت كفة صور، وهذا اللي حصل اليوم وانت مبتسم لأن توقعك كان صحيح. مساء الخير للجميع. مساء الخير خالد. حياك الله خالد. يعني حقيقة طبعا أبارك لنادي صور هذا الفوز. نعم. وهارد لك لفريق نادي النهضة. يعني نادي صور عندما أشرت إلى أنه الفريق هو الأقرب لي أو الأكثر يعني بالنسبة لي أرجحية للفوز في المباراة لاعتبارات عديدة. نعم. أولا أنه المدرب الكابتن سالم السلطاني اللي أحييه عبر هذا البرنامج، واللي حقيقة ثابر كثير واجتهد. نعم. هذا الرجل. نعم. يعني يمكن البعض كان يتحدث أنه ربما أنه هذا المدرب يعني ربما كان حقيقة الفوز في هذه المباريات اللي قاد من خلال فريق صور في مباراة الدوري، البعض قال ربما يعني ما كان متوقع هذا الشيء، لكن توقعاتنا لهذا المدرب، يعني أنت ذا مدرب ربما عامل الحظ هو مهم لأي مدرب طبعاً، حتى وإن كان صاحب خبرة مدرب كبير بحاجة إلى الحظ. كرة القدم فيها هناك نوع من الحظ، لكن الأهم هو العمل. يعني الحظ يجيك مرة مرتين ما بدايما، يعني إذا أنت رجل محظوظ مرة، المرة الأولى مثلا بالدوري تعتبر ردة فعل لمعظم الأندية والفرق واللاعبين، وبالتالي تكون هناك نتائج مغايرة. نعم. لكن مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة واليوم السادسة، زين، فهذا مو حظ أكيد، هذا عمل، هذا اجتهاد، هذا ولاء، هذا حب. لاعب يحب المدرب يقدم له، أي لاعب، وهذا موجود في كرة القدم. صحيح. يعني أسوة بالدراسة، يعني أنت اليوم عندك مدرس ما ترتاح له كطالب، ما بتحب المادة، ما تحب المادة، ما تدرس هاي المادة، تتهرب منه. فأنا اللي أريد يعني حقيقة أتطرق له أنه هذا المدرب بكل تأكيد اللاعبين لديهم ولاء للنادي أولا ولهذا الرجل اللي يعمل معاهم، من بخس حق زميله الكابتن يوسف الفالي. نعم. يطنصر معاه، لكن سالم سلطان عمل برنت بصمة أنه أنا مدرب وطني عماني موجود، شوية يدير البوصلة عليه، يعني إذا لأنه سالم سلطان في المواسم الماضية حقيقة اسمه ما كان مع المدربين. نعم. المواطنين أو المدربين. طيب. الأجانب الموجودين. هيثم، كمباراة عوامل التفوق كمباراة، يعني هي البداية كانت لنادي النهضة بعض الوقت، ثم انتقلت السيطرة إلى فريق يضم مجموعة جميلة ودائما نتغنى بها، جمعة الجامعي ومحمد مبارك وسعود خميس في أفضل حالاته، وسط الملعب كله امتلك فريق صور في شوط المباراة الأول بعد الأفضلية النسبية اللي ذكرت لنادي النهضة في البداية. نعم. وبالتالي طبعا يمكن اليوم أنا أوافق سيف الغافري، ما أعرف شلون يشوف علي هنا، بس أوافقه أنه بشأن هذا المهاجم البرازيلي المحترف تياغو، حقيقة اليوم أزعجني كثير، يعني فرصتين ثلاثة مع المرمى، يعني دقيقة 25 أنا أعتقد، نعم دقيقة 25 ينفرد
ما يعرف يضع الكرة يعني انفراده إذا يعني لو أي لاعب يسجل ما بالك أنت من جاي من البرازيل برازيلي ما تعرف هذه الكرة تضعها على الجهة الثانية للحارس المرمى فللأسف إحنا ليش نتكلم عن الراسية أيضا في محترف جايبي لازم يكون عنده فارق على اللاعب المواطن لكن متعب جدا للمدافعين على فكرة فاسمح لي فيمكن يتحدث البعض يقول لك إنه هذا اللاعب هو يعني يشغل مدافعي الفرق الأخرى من خلال تواجده لكن كلاعب كلمسة أخيرة ما عنده حقيقة بنفس الوقت اليوم المهاجم الموريتاني ما ظهر بالصورة المطلوبة أيضا أضع فرص مو مثل كل مرة وإحنا دائما ما يعني نطيق قدره في المباريات بالإضافة إلى أنه النجوم المعول عليهم سعيد الرزيقي أيضا اليوم يعني بصراحة ما ظهروا بالصورة الجيدة وسعيد الرزيقي يمكن أضع فرصة بعدين في الشوط الثاني فرصة لا يمكن أن تضيع يعني كلاعب انفراد الآن أصبح بالمنتخب الوطني وتعلق في بطولة الخليج عموما فريق صور اليوم وحتى في شوط المباراة الثاني أحمد السيابي أيضا كان في قمة الروعة يعني رغم أنه أيضا أضع انفراده في الوقت الإضافي من شوط المباراة الثاني كان هدف المفروض صحيح الكرة اللي سددها في الحارس في الحارس وبالتالي أنه بالإضافة إلى العديد من المحاولات والكرات لفريق نادي صور اللي كان ممكن أنه تكون النتيجة أكثر من اثنين أنا ذكرت لك يوم أمس خالد قلت أنه فريق النهضة يمكن كان متأثر هذا الهدف الأول نعم هذا طبعا يسأل عليه كم مدافع أربعة أو خمس مدافعين أربعة مدافعين يتفرجون واللاعب يلف ويدور سعود خميس ويسدد وأيضا على جهة الحارس هذا الحارس أيضا يسأل عليه مو فقط الدفاع لا ما لا, لا لا على جهة الحارس هذا خط الستة هذه الكرة اسمح لي الظهير الأيمن الخطأ كامل الظهير الأيمن والدفاع لكن الحارس أيضا كرة الحارس هذه كرة جتي من جهة الحارس ما في جهة الحارس الحارس أيضا أنا سيف سلطان الحارس أيضا يسأل عليه لحظة هيثم أنت تقول الحارس سيف أنا قلت لك الدفاع والحارس أيضا بشرح ليش سيف يقول لك ما الحارس سيف سلطان أنت شو تقول الحارس يتحمل لا صعب على الحارس انا بشرح الستة يعني في خط الستة وتسديده قويه صعب على الحارس يعني ممكن انا اقول ليش لما يجيك محمد بشكل كبير اذا كان هناك في تصدي يحسب للحارس سيف سلطان هذا الهدف الثاني يعني انا بالنسبه له تابع المباراه كمحايد لكن لما تسجل هذا الهدف صفقت لجمالية الهدف للأمانة ولا تابع المباراة هدف جميل محمد المبارك لا زين وهذه من بعيد هذه ما يحاسب عليها حارس المرمى هاي الكره كيف الحارس ما يلام عليها اي كره هاي الكره الثانيه محمد مبارك الهدف الهدف من بعيد الكرة الكرة يعني كرة قوية لكن استخدام الكرات من بعيد هذه في نص المرمى ما كانت زاوية على فكرة تحملها الحارس لكن الهدف الأول هيثم تعرف أنت لاعب قريب من خط الستة تسديدة قوية أي إذا 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 تصدى لها الحارس يحسب صح للحارس لكن إذا ما تصدى لها هذا لأنه اللاعب ما يتحمل يعني هذا على جهته طيب سيف تحدث عن المباراة والفوز اللي حققها بسم الله الرحمن الرحيم خالد صور اليوم استحق الفوز شاهدناه يعني خاصة بعد ربع ساعة من الشوط الأول يرجع للمباراة يتمركز بشكل جيد استحوذوا على وسط الملعب انتشارهم كان جيد رغبتهم وحماسهم ظهر بعد الربع ساعة أيضا إمكانياتهم الفنية خالد يعني الإمكانيات الفردية للاعبين أيضا أعطت قوة للاعبين نادي صور لاعب ضد لاعب دائما لاعبين صور هم المتفوقين في على اللاعب نادي النهضة أحمد السيابي اليوم عامل شغل جدا رائع اليوم فايق للمباراة ولا أيضا أبخص بحق بقية اللاعبين ولكن صور اليوم اعتقد انهم تجهزوا للمباراه من كل النواحي الذهنيه المعنويه واستغلوا الظروف اللي يمر فيها الفريق من الناحيه المعنويه انه نتائجه ايجابيه اللاعبين بعد امس يعني قلت متكافئ الكفه ليش ما قلت الصور هو الارجح ترى من بعد ما شاف ذكرنا انه اللقاء متكافئ ولكن صور عليه انه يستغل الظروف اللي بيمر فيها والامكانيات اللاعبين هذا اللي قلته امس واليوم اثبت نادي صور بانه استغل الظروف بس اليوم ما كان اللقاء متكافئ صور الافضل هذا امس نحن تكلمنا يعني على الورق ولكن اليوم انا اتفق معك يا هيثم هذه ما كلمه الورق امس هذا على الورق لانه النهضه يمتلك لاعبين والحظوظ الفريقين متساويه رغم انه صور من الناحيه الفنيه والمعنويه افضل من النهضه مستواه جيد في الدوري
يمتلك لاعبين هذه الظروف كلها استغلها نادي صور اليوم. لا بس لا لحظه تعامل لا لا برد عليه برد عليه هو لا قال والله يا لحظه لا برد عليه هو كل الكلام كان غير ما دام هو وجه الاتهام هذا كان برد عليه قال انه نادي نادي النهضه لا 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 انت قلت نادي النهضه النتيجه ما خلي النتيجه المباراه ما متكافئه لا غير متكافئه طبعا ليش صور كان افضل من اي ناحيه من كل النواحي وسط الملعب الى الدقيقه 25 قبل انفراد تياغو الفرصه الوحيده وسط الملعب كل اللي صور يا اخي يا اخي لحظه خلني انا قلت لك في بدايه المباراه انا ببدايه كلامي قلت انه الافضليه معناها انت تقول انت اخي خلي يرجع خلي يعطيك اسمع وجهه نظره خلي انا اول ما بديت قلت الافضل بالبدايه هيثم اسمع له هو ايش بيقول الافضل اللي نادي اسمع له اسمع له في البدايه بسبب سيطره لاعبين وسط في نادي لا 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 شوف شوف ابو الاخ هيثم نحن متفقين على ان صور مستحق للنتيجه وفاز عن جداره واستحقاق لكن اللقاء كان فيه نديه وكان فيه تكافؤ في كثير من الاوقات نعم كان موجود والدليل ان للدقيقه انا اتابع كل دقيقه في المباراه الى الدقيقه 25 الفرصه الوحيده جات لسعود كوره في الدقيقه 10 اعتقد الفرصه الوحيده لصور 25 دقيقه النهضه مسيطر على المباراه لا هو ابو محمد بس اكمل لك الفكره اكمل لك الفكره لحد 25 ضيعوا فرص حصل خلقوا فرص عن طريق اسماعيل عن طريق اللاعب الشيخ علي بعد دقيقة 35 بعد تسجيل صور للهدف تغيرت المباراة تغير مفهوم المباراة لكن قبل هذا الوقت السيطرة أكثر والاستحواذ في منتصف الميدان وليت لو كان في عندنا جهاز يقيس هذا الأمر 100% الاستحواذ كان أكثر لصور فنحن نتكلم عن صور للنهضة اللي آسف للنهضة احنا ما نقول الحين ما نقول الحين انه نحن كلامك مش صحيح انت بالعكس لا لا تفوقت لا لا. شوف تفوقت في قراءتك للمباراه ان صور كابتن بس اسمح لي بس لا عشان اقول لك انت السيطره الفعليه وين تشوفها عندما انه الفريق تكون سيطره ايجابيه يعني فريق نادي النهضه انت ايش الفائده انت مسيطر على المباراه انا ما قلت لك ترى الحين يعني قلت لك الفارق السيطره ما فارق من يصنع لك الفارق الاهداف هي اللي تغيرت مسار المباراه الاهداف بصور عنده لاعبين اكثر يصنعون الفارق ولديه يعني امكانيات فرديه لهم اكثر وهذا ما طرقناه انت لا تدخلني في موضوع المباراه يعني حتى كلمك عن النديه في المباراه طيب المباراه فيها تكافؤ بشكل جيد بغض النظر عن الاهداف شيء طبيعي انه صور والنهضه يلعبوا فيه هذه الفكره يعني هو لا هو يقول انتوا يعني خلانا نحن في مرمى ان احنا خلاص توقعاتنا الكلام اللي ذكره احنا ما توقعنا غلط احنا ما عاد توقع احنا قلنا المباراه فيها نديه وفيها نديه يا هيثم الكلام اللي ذكره انت قلت مباراه متكافئه هي ما متكافئه لا نقصد الفريقين مهيئين هم يفوزوا سيف ايش رايك تاخذ اتصال قبل سيف سلطان الكلام اللي ذكره ايش رايك تاخذ اتصال محمد العريمي مدير الكره بنادي صور السلام عليكم محمد حياك الاخ سيف كيف حالك الله يسلمك مبروكين الفوز واستحقيتوا الفوز عن جدارة اليوم أثبت الفريق بأنه الطموح الرغبة القتالية الوصول لأبعد مدى في هذه البطولة كانت واضحة يحسب للجهاز الفني والإداري يحسب لكم كجهاز إداري أيضا على أنه أنكم وضعتوا الفريق في شكل يعني في وضعية جيدة وهذا ما ظهر عليه الفريق اليوم في مباراة اليوم نبارك لكم وش تحب تقول عن هذا الفوز؟ أول سمى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الفوز هذه المباراة كل سمى الحمد لله يعني على الفوز لهذه المباراة وبالنسبة للمباراة مو مباراة كانت صعبة الحين احنا عندنا هذه المباراة خلص جيم شوط واحد والحين عندنا المباراة الجاية إن شاء الله في البريمي نحاول إن شاء الله بإذن الله ايوه محمد تفضل باذن الله الفم الفريق قادم وان شاء الله باذن الله الفريق ماشيين عن خطوه خطوه باذن الله صوت محمد ما يوصلنا بشكل جيد طيب محمد بعد الفوز اليوم كم بالمئة تقريبا صور قطع للوصول لنصف النهائي لا تم بالعكس قال ترى بعد تم هذا الدوري تم يعني بعد المباراه الكاسه في عندنا مباراه في البريمي وما نعرف ايش الاعداد اللي بتصير في المباراه كل سم يعني كل مباراه اللي هي سما نعم طيب محمد يعني في الفتره الماضيه مع زيجارد ربما النتائج كانت يعني متباينه بالنسبه للصور ما كان هناك في ثبات للمستوى لكن
في المستوى، لكن حاليا 5 انتصارات متتالية في بطولة الدوري مع انتصار سادس اليوم في بطولة الكاس، ما سر هذا يعني التفوق الواضح في والتغيير الكبير اللي حصل في نتائج نادي صور؟ أيوة محمد. أول حاجة لخالد أول حاجة للتفوق هي جهود الجماهير النادي وإدارة النادي ومن ضمنهم الكابتن سالم سلطان ويوسف الرفعالي اللي هم يعني صراحة يعني باذلين جهود كبير صراحة في الفريق. نعم. طيب طيب محمد العريم مدير كرة بنادي صور، شكرا لك ونتمنى لكم اكيد التوفيق في يعني المشوار المتبقي. هلال مخينا ما سمعنا صوتك وتعليقك وتعقيبك على الفوز المستحق اللي حققه صور اليوم. مساء الخير للجميع والف مبروك لصور وهارد لك للنهضة. صور يواصل عروضه القوية صراحة، انا في وجهة نظري انه 60% ضمن الوصول للدور الأربعة. ممكن الفرصة اللي هي في نهاية المباراة لسعيد الرزيغي غللت من حظوظ النهضة، خاصة في مباراة الإياب ممكن، ولكن كانت حتى الآن انتهى الشوط مثل ما ذكر محمد العريمي إداري نادي صور، وتبقى شوط فكل شيء وارد، مثل ما صور فاز 2 هناك نفس الشيء ممكن النهضة يفاجئ صور، فالآن ولكن الآن الأريحية والأفضلية في 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 صور. نتيجه يعني فرصه سعيد الرزيغي تحديدا يعني اللي في نهايه المباراه اللي هي شبه انفراد، هذه كانت ممكن تعمل الشيء الجيد بالنسبه لوضعيه النهضه في المباراه القادمه، ولكن نتيجه 2-0 لصور هو عنده النسبه الاكبر يلعب باكثر من فرصه في مباراه الاياب. صور كان اليوم يعني صراحه محور اللعب في المباراه، واللي قدر يقوم بدور يعني كبير ودور جدا قوي وربط 3 الخطوط اللي هو محمد مبارك اللي كان صحيح. نجم المباراه سواء كمجهود سواء كفكر كتيسير المباراه، تيسير المباراه الرتم يعرف متى يعني يهدي الرتم ومتى يعجل، فكان شعلت نشاط اليوم. كان جمع الجامعي اليوم ما كان بالشكل المطلوب، مهاجمين النهضه اللي راهنا عليهم امس كانوا كلهم غايبين ما عدا في محاولات فردية من إسماعيل العجمي اللي هي خاصة التسديد من خارج 18، أخطاء لا زالت دفاعية. اليوم فاجأني النهضة إنه مش هو مستواه اللي لاحظناه حتى في الدوري في الفترة الأخيرة، اليوم مستواه أقل صراحة. هل ربما الفريق مرهق؟ ممكن، ولكن دائما النهضة يعني هو تعرف أكثر من جبهة نفس الشيء، فممكن ولكن نصور سيف عنده تعقيب على مسألة. نعم، ولكن نصور صراحة باستحقاق كسب المباراة. نفس الشيء كان ممكن أنه يضيف صور. على العموم انتهى الشوط والأفضلية لصور كنتيجة مباراة الإياب، الأفضلية لصور لأنه يلعب بأكثر من فرصة. نفس الشيء واللي أكد عليه فرصة سعيد الرزيغي ممكن تغلل من حظوظ الفريق في مباراة الإياب، هذه نقطة جدا. لو تسجلت قصدك؟ نعم لو تسجلت، لأنه 2-1 تكون أحمد الشيابة أيضا بالوقت الإضافي. نعم أنا لا يعني أنا أقصد الآن، أنا أقصد أنه 2-0 لصور لو انتهت 2-1، وهذه لو طبعا خارجة من الحسابات. الآن نعم. صور هو يلعب بأكثر من فرصة وهو عنده 60% أنه يوصل لدور الأربعة. طيب سيف الجابري، قبل أن تحدثنا عن مسألة 3 جبهات وإرهاق الأندية وغيرها، هلال قال 60% صور إلى نصف النهائي، هل تتفق؟ 65 كتبت، شوف قبل لا يتكلم هو حتى الورقة يعني متغاربين 65% النسبة اللي أعطيتها العروبة، لكن لما أعطيت العروبة 65 أيوة بالدوري. لا أنا أتكلم عن المباراة ما عن الكاس، أتكلم عن المباراة لعدة أسباب خالد. شوف عجبني مع سالم سلطان، عشان خلي بخلاف الجدال اللي تكلمنا فيه مع الاخ هيثم في قضيه النديه والمباراه، لا يوجد جدال لا لا جدال في قضيه النديه يعني النقاش، لكن الفكره عشان نعطي صور حقه، صور عرف يتعامل مع المباراه. وانا قلت اذا صور دخل امس، يمكن بما معنى قلت انه اذا صور دخل الى هذه المباراه وهو يعلم حقيقه انه ابعد عن نفسه انه النهضه افضل منه، انه تاريخه في البطوله اخر 6-7 سنوات افضل، وشل هذا الفكره وهو فريق عنده الكفاءه من خلال معطيات الدوري في هذا الموسم، راح يقدم شيء وهذا ما تحقق على ارض الواقع من خلال العمل الجيد اللي قام فيه سالم سلطان يترجم اليوم في الكاس. 5 مباريات واليوم يكمل المباراه السادسه بعمل وبدون خساره وبدون حتى تعادل. هذا دليل على ايش؟ دليل مثل ما ذكر الاخ هيثم، ترابط العمل الكبير اللي يقوم فيه الجهاز الفني ككل
لان هذه مش منظومه سالم فقط، عشان احنا سالم ما مختلفين عليه كاسم القائم بإدارة الفريق من الأمور الفنية، لكن في عمل آخر، في عمل إداري، في عمل كذلك طبي لمساعدة اللاعبين الاستشفاء وخلافه، عموما العمل البدني أيضا، الجوانب هذه كلها. لكن صور عرف يتعامل مع المباراة من مبدأ أني أنا كيف أحافظ على شباكي، وعجبتني هذه الفكرة اللي لعبوا فيها اليوم. صور ما كان مندفع، ما كان متهور في المباراة، يعلم حقيقة تسجيل أي هدف من الخصم في ملعبه، مثل ما قال أخوي هلال اتفق معه 2-1 كان بتغير نسبة 50-50 يمكن، لكن اليوم عدم تسجيل هدف من النهضة للنهضة اللي في شباك صور، هذا كان شطارة، وعرف صور كيف يتعامل مع موقف المباراة وحسب للمباراة كل الظروف، عرف أن هي مباراة كاس مش مباراة دوري. صور في الدوري تقبل أهداف وكان يرجع ويسجل، لا اليوم ما رضى أنه يتقبل هدف، وهذا أيضا تحسب أكيد التوفيق لدور جانب معين، لكنه هو عمل في المباراة كان مؤشر واضح. حتى لما نقول عن نسبة الاستحواذ كان أقصد فيها أنه مش صور أقل كفاءة من النهضة، هو السيناريو كذا، هو يريد يشوف الفريق الآخر كيف يتعامل كيف يلعب ويمتص الحماس اللي فيه، وهذا ما عمل عليه. طبعا في ظروف أخرى للنهضة راح نتكلم عنها لاحقا، لكن لما يكون عندك، أنا يمكن معنا أنا ما أختلف في كلام أخوي هيثم في قضية تياغو، بس هذا اللاعب أيضا فاتح الشهية للآخرين لأنه متحرك بشكل غير عادي. صحيح، بصراحة أنا أشوف ومزعج للمدافعين. أنت مزعج لما يكون عندك لاعب مزعج بهذه الطريقة، يخلق هذه الفرص يوصل صح، هو انفرد مرتين. والله اليوم أنا ما عجبني بصراحة. شو أنا ما أتكلم عن قضية اليوم ولا طوال الدوري، ترى هو طوال الدوري ما تكلمت مثل ما تكلم سيف الغافري على هذا اللاعب تحديدا، أنا متابعه. هو شوف أبو تكلم كلام عليه مثل فرناندو، مو لاعب نادي الفار نفس الشيء زين، بس انا ما كنت موافق الراي لسيف بصراحه، لكن اليوم شفت اللاعب. بس انت اليوم مباراه اليوم اللي معي مباراه شفت، بس لاعب انت محترف وبرازيلي. صور لعب، لا صور لعب 10 ولا ب 11 هيثم، انت يعني انت تقييمك للاعب عشان ما سجل؟ لا يعني هذه بالدقيقه، ترى اقول لك يعني هذه بالدقيقه 25، يعني لاعب برازيلي. ليش لاعب برازيلي؟ رونالدو يضيع فرصه، رونالدو بس مو مثل هذه لاعب برازيلي يا اخي في نفس، لا لا بس في نفس المباراه يعني مو مثل هذه، واكثر من مره. نعم احنا هذا اللاعب هو يعتبر شوف لاعب مزعج، يشغل لاعبين ثلاثة معاه والله، سجل أهداف من ضربات جزاء. هذا الرأسية هيثم، هيثم خلنا نكون منطقيين. اليوم صور يلعب ب 11 ما يلعب ب 10، لو كان اللاعب سيء بيلعب ب 10 ومعناها الفريق بيلعب ناقص، ومعناها لا، بس لا معلش، هذا اللاعب شعلة نشاط في الملعب، اسلوب مدرب رائع جدا، زائدا عنده وسط كان ملعب يطلع بيخلي احمد عميري على زائدا عنده وسط ملعب مستفيد عشان نحسب الموضوع، وسط ما يقدر يوقف قدام اي فريق. هيثم لو سمحت لي، هيثم عشان نحسب الموضوع، انت هيثم تشوف اللاعب مش جيد؟ اجابه يعني اليوم ما متوفق سيف؟ لا لاعب، انا اقول لك على طول فتره الدورين اشوفه لاعب مؤثر سيف سلطان، بغض النظر عن قضيه التسجيل جيد. وعطني بس رايك، لاعب محظوظ انه يلعب في نادي سوء هلال؟ لا جيد ولا غير جيد؟ لاعب محظوظ، لاعب يقول لك محظوظ يعني ما جيد. هلال شو تقول؟ انا اشوفه جيد. هلال وسيف الجابر يقولوا جيد، وهيثم وسيف سلطان يقولوا انه مش جيد. 50-50 نسبه. افصل بينكم والله، الله انا اشوف اللاعب جيد ومزعج للمدافعين، وكل كوره بالراس حقه على فكره. تفضل سيف. عموما الجانب الاخر اليوم، اللاعبين اللي قيمه لاعبين صور خالد صحيح، هو لاعب جيد يعني. شوف من الاشياء الجميله جدا، احمد سيابي وسعود السعود خميس من اللاعبين اللي لعبوا في المنتخب مع بعض، واعتقد حتى اختيارهم جاء من ضمن هذا الاطار اتوقع، حكم الصداقه اللي بينهم او الالتفاف اللي بينهم. هذول اللاعبين اثنين سعود، يمكن ايش دخل صداقه يا اخي؟ انت لما يكون عندك لاعب صديق في الملعب وتحبوا بعض طبيعه الحال ادائكم حتى يرتقي يعني. اسمع وياخذوك المنتخب عشان صديق؟ لا ما اتكلم عن المنتخب، اتكلم الحين هيثم يضحك. انت شوف هيثم انت الحين، انا ما اتكلم عن المنتخب خالد، انا اتكلم هم في المنتخب مع بعض. والله العظيم خالد هم هذول الاثنين مع المنتخب ايام، انت قلت عشان الصداقه منسجمين انسجام اللي بينهم، العلاقه اللي بينهم، مش مستواهم يعني مردودهم وادائهم واهدافهم. يعني راح اتكلم عن مستواهم خالد، طبيعه الحال لو ما مستواهم ما فازوا اليوم، لو ما مستواهم لا يعني بكمل لك الجزء هذا عشان بس توصل الفكره بشكل صحيح. جيب السؤال سعود، سعود استاذ سيف تفضل. اثنينهم بالمنتخب الاولمبي ما توفقوا في الاشياء تحديدا، وانا تابعت لهم مباراه فلسطين اللي خسروها،
وكانت مجموعة سهلة. اللاعب اللي سويت خميس اشوف ولا احمد السيابي اقول لك المجموعه ككل ما كانت المجموعه ككل مش اللاعبين مجرد لاعبين المجموعه ككل ما كانت ما كانت صراحه متابعهم زين. انا بس اكمل اليوم الحضور كل الفريق كان ظاهر انتخابات وتواضع. خلينا اكمل عشان الفكره توصل لان احنا الحين نخاطب مشاهد عشان يفهم ايش احنا نقول. سعود واحمد السيابي لاعبين موهوبين لاعبين موهوبين وهذا الكلام انا اقوله مش من خلال ما اشوف مباراه صور لان عشت معهم فتره في المنتخبات شفتهم. احمد السيابي لاعب موهوب كل المدربين اللي جوا المنتخبات مراحل السنيه شادوا فيه كلاعب كذلك الحال بالنسبه لسعود. هذول الاثنين اليوم عاملين فارق في الفريق هذه من الجوانب اللي ايضا اضافت نكهه الفوز لصور اليوم في مباراه الكاس. بالاضافه طبعا اللاعبين جمع الجامعي هذا ما يختلف عليه اي واحد انه لاعب الدينامو المحرك. عموما ما بدخل في الجوانب المتعلقه في اللاعبين كثير خلنا نتكلم عن تعامل صور في المباراه. يستاهل صور يستحق سالم سلطان هذا العمل اللي قاعد يقدمه هو والجهاز الفني مع الفريق. في فريق نشوف في شكل في فريق ممكن تقول انه ينافس على الكاس الدوري. انا اقول صور 65% الى دور نصف نهائي بهذه النتيجه. بالنسبة للجانب الآخر خالد نحب نتكلم عن أنا تعرف إيش الإشكالية ليش كنت أريد أتكلم أمس خالد وقلت لك إن كان الموضوع نعم. لأن ما بغيت أطرح الموضوع اليوم والنهضة خسران كنت خايف من هذه المشكلة. ليش؟ لأن قد يأتي المشاهد بعض المشاهدين يفسروا الفكرة اللي أنا بقولها الحين قضية خسارة النهضة. أنا هذه الورقة كانت عندي من أمس عشان تكون الصورة واضحة. صحيح. شوف بطولة كأس صاحب الجلالة بالوضع الحالي فيها إشكالية. أنا مع انها تستمر مع الدوري لكن انا ضد انها تستمر الى هذا الشهر اللي هو فيه مشاركات خارجيه. يعني احنا ممكن نقول البطوله كانت سابقا كيف وكيف كانت البطوله حاليا. البطوله خالد سابقا كانت تبدا في تصفيات عاده تكون في منتصف الصيف شهر 9 في نهايه لا كانت تبدا التصفيات الاوليه 8 هذه الانديه اللي هي نعم الانديه اللي في شو اسمه غير 32 فريق عشان توصل 32 توصل الى بدايه الموسم مع الفرق الواصله 32 وتستمر وتنتهي في شهر عاده 11 في بعض الاستثناءات 14 11 تحديدا توصل 12 في بعض المناسبات النهائي. النهائي يكون عاده المباراه النهائيه لها طابع خاص لكن نتكلم عن البطوله ككل قبل المباراه النهائيه شهر 11 مخلصه. زين في ظل المشاركات الخارجيه خليني ادخل اربط موضوع في هذه القضيه. اليوم من افضل الانديه في العالم باريس سان جيرمان. رئيس النادي ناصر الخليفي مشتكي الى الاتحاد الفرنسي ليش؟ علشان مباراه نصف عنده اربع جبهات عنده نصف نهائي مع سانت اتيان الكاس نعم ويريد ياجلها رفض الاتحاد الفرنسي رفض وفي استياء في هذا النادي اللي هو محترفين لاعبينه محترفين يعني متفرغين لكره القدم ممكن يركبوا طائره خاصه عشان ينتقلوا من بلد لبلد. كذلك الحال طلب عنده كاس الرابطة واصل فيها النهائي عنده الدوري هو متخلف في المركز الثاني خلف ليون عنده مهمة صعبة وفارق نقطة عنده دور الأبطال وهو ممثل فرنسا. اليوم هذا النادي تقدم يعني بطلب وبعد ما جاء رفض الاتحاد الفرنسي زعل وعبر عن استياء بشكل كبير. يعني في فرنسا في استياء انه يقول لك يعني هذا نحن ممثلين وطن مفروض انه يراعى هذا الممثل. اليوم نحن نجي على المشاركات الخارجية لما توصل شهر 3 ويجي نادي مثل السيب اليوم اللي لعب مع اهل الزداب نتكلم عن النهضه اللي لعب اليوم مع صور ايش وضعهم؟ يلعبوا في ثلاث مشاركات ايش تتوقع من هذا النادي؟ ايش التركيز اللي ممكن يشتغل عليه؟ الفكره في اقامه المسابقه بما هو معمول عليه انها تدخل بعد شهر 2 ممكن يصير ممكن لكن متى؟ حتى لو صار ان عندنا اللاعب محترف 100% متفرغ لكره القدم فقط ما عنده حلينا مشكلة الاحتراف. أنا في وجهة نظري الاحتراف مش مجمع والاحتراف مش تنظيم يعني لقاء صحفي مع تخليك عفوا في موضوع المسابقة هي في المسابقة أنا أكلمك أنت طرقت لا لا ما طرقت خلينا أكمل بس عشان بعدين تسجل ملاحظتك خلينا أكمل كلام جميل جدا بخصوص خلينا أكمل عن دور المحترفين لا أنت تتكلم عن دور المحترفين ما تكلمت عن دور المحترفين يا أخي لا أنت الحين بتتشعب يا سيدي يا أخي خلينا أكمل كلامي أنت الحين بتدخلني في قضية ثانية أنا أقصد احنا لو خليناك بتقص ساعة خلينا ما يخلص موضوعك. عموما أنا في وجهة نظري الاحتراف هو احتراف بشر إنه هذا اللاعب يكون محترف خارج
انا ما اتكلم عن دور المحترفين، نحن كنا امنا وبصمنا انه نحن مع دور المحترفين واستمراريته، هذا ما في عليه خلاف اليوم، ما نتراجع عن هذه الخطوه. لكن اللاعب طالما انه ما محترف كامل في كره القدم، ما دام عنده جبهه العمل، عنده جبهه مشاركه خارجيه ودوري وكاس مثل الانديه اللي قاعد تعيش السيب والنهضه اليوم كحاله، هذه فيها اشكاليه. تتوقع انا وجهه نظري خالد يعني بالتالي النهضه تاثر بهالشيء؟ طبعا. ايش رايك تتاكد مع عيسى النعيمي؟ تفضلوا خذوا انتم احسن. معك انا؟ ايه ما بقدر اسال هذا السؤال، احسن سالوه انت. لا خلاص هو معنا على الخط، خذ انت باتصال. يلا بسم الله. عيسى النعيمي مساء الخير. احمد مساء الاخوان كلهم موجودين معك في الاستوديو. حياك يا حي الله بعيسى، يا هلا ومرحبا والله. عيسى انا طبعا يمكن اطرح موضوع كنت اريد اطرحه امس في موضوع المشاركات والجبهات العديده وتاثيرها، طبعا التاثير البدني، التاثير الاداري، التاثير السفر وخلافه، في ظل ان نحن نعم مؤمنين ان عندنا دور محترفين لكن اللاعبين مالنا ما محترفين بشكل كامل في كره القدم. هل هذا الشيء انا يمكن هذا الكلام ما تتفق؟ سيف جبري كاميرتك هنا. وين كاميرتي؟ ايوه اسمحوا لي يا شباب. يعني هل انا طبعا طرحي كذا انه هذه المشاركه في ظل خوض اي فريق بهذا الوضع ثلاث بطولات يعني جبهه صعبه، في ظل انه موظف يطلع من دوامه يقدر يطلع وما يطلع، خاصه يمكن انتم شويه عندكم وجه للسؤال اللاعبين العسكريين اقل، لكن عموما انا وجهه نظري هذه هي. فهل انت عندك كلام مخالف لما طرحته انا من قبل؟ اني ما كملت الفكره، كان باقي فيها جزء بسيط جدا، مساله الارهاق والمشاركه. اي طبعا والمشاركات الخارجيه. وبعدين عندي سؤال اخير بيكون فيما بعد. والله انا اتفق مع اخوي سيف بخصوص موضوع الضغوطات اللي صايره في المشاركات الخارجيه او برمجه المسابقه بشكل عام، كان دوري او كان كاس. بامانه يمكن اليوم الكل شاف النهضه، يعني انا اقول لك بصراحه نحن كاداره نادي ما راضين على المستوى، لكن في اسباب كثيره من ضمنها موضوع ضغط المباريات، ومثل ما تفضلت وقلت ان اللاعبين مش لاعبين محترفين 100%. وانا اقول لك بامانه يمكن الفتره الماضيه نحن بدينا نعاني شويه في موضوع تفريغ اللاعبين صراحه، يعني نحن نجتهد ونحاول في المقام الاول فيما يخص موضوع تمثيلنا الخارجي، نحاول ان نظهر بشكل افضل تمثيل السلطنه. وبصراحه بعد النقطه اللي هي الاهم والاهم اللي هي موضوع الدوري، تشوف تعرف انت وضعنا نحن الموسم هذا مش الوضع الطيب، ولا زلنا يعني ان بعدنا نحاول نطلع من الوضع او المراكز اللي نحن فيها، وهذه الامور كلها عامله ضغط فيما يخص موضوع ضغوطات المباريات. انا يمكن مع كلامك انا صراحه ما تابعت برنامج تيزر، لكن الحين لما اتصلت فيه قاعد تكتب شويه بعض النقاط والضغوطات وفتره المباريات. يعني اتكلم معك اليوم نحن نتكلم تاريخ 14، انا لعبت لين اليوم تقريبا في حدود اربع مباريات في حدود 15 يوم او 14 يوم، لعبت تاريخ 1 تاريخ 6 تاريخ 10 تاريخ 14، وهذا عامل ضغط كثير للاعبين في الدرجه الاولى. اللاعب ما قاعد يرتاح نهائيا، انا عندي سفر بكره وعندي مباراة بعد يومين، راح ارجع بعدها على طول على مسقط، وبتكون عندي مباراة بتاريخ 21. فالبرمجة هي بأمانة يفترض ان الاخوان في الاتحاد ان يبدون ان يشوفون آلية لهذا الشيء. صحيح نحن ممكن انه مثل ما كان الموسم الماضي انه لازم البطولة تنتهي في شهر معين او في فترة معينة، لكن انا اقول ان برمجة المباريات ومراعاة الفرق بالذات المشاركة خارجية شيء مهم. اللاعب في 48 ساعة ما راح يرتاح، أقلها يحتاج 72 ساعة على أساس إنه يكون مرتاح ويقدر يأدي المباراة اللي بعدها. طيب سيف شو معلش عيسى، أنا بس أريد أفهم نقطة معينة. يعني هل مباراة اليوم، يعني أنا أحس الفريق في إشكالية حتى على المستوى الهجومي، يعني ما أعرف إذا كان الإخوان يصلحوا لي المعلومة، الشيخ علي الفلاني، علي الشيخ الفلاني اعتقد او الشيخ علي الفلاني ايا كان اسمه، سجل اخر مباراه اعتقد قبل مباراه خالد، اخر مباراه قبل مباراه السويق سجل، وبعدها بعد من دخل مباراه السويق اعتقد ما سجل ولا هدف. اتفق معك، صار مباراه سجل تقريبا اعتقد ما سجل ولا هدف، اذكر من بدايه مباراه السويق تحديدا ما سجل، قبلها كان اخر تسجيل له. يعني الفريق الحين ما قاعد يسجل، هل الضغط النفسي اللي على الدوري مأثر على الفريق؟ يعني مش الفريق يسجل طبعا، لكن اتكلم عن هذا اللاعب كان اضافه انتم اضفتوه في الدور الثاني.
في إشكالية في التعامل مع الثلاث بطولات؟ طيب إذا كان في إشكالية في التعامل مع ثلاث بطولات أكيد أنتم بالنسبة لكم الحين الدوري أهم. هل الدوري أهم من الكأس؟ عيسى سؤال بالصراحة يعني بالنسبة لكم. أنا قلت أمس إن الكأس بالنسبة للنهضة أهم، يعني لو طلب من عنده يمكن يفرط في بعض الأمور بيفرط، لكن في ظل أزمة مباراة اليوم أعتقد النسبة أصبحت كبيرة بالنسبة لصور أنكم. سيف لو توجه له حتى السؤال. هو هالسؤال مباشرة. سألته خلاص. فهمتني عيسى؟ أنا عارف أنا بطولة عن البطولة هل هي الأهم؟ خلنا نكون واضح معك. شوف نحن إذا نتكلم على أول خلنا نجيك على البطولة الخارجية، إذا نتكلم على البطولة الخارجية أنا أقول لك مش النهضة بس يفكر الكلام اللي أنا بقول، يمكن أي نادي آخر إذا كان وضعيته كذي بالوضع اللي نحن فيه يفضل إنه يهتم بالبطولات المحلية بأمانة. طيب لكن نحن ما دام نحن الفرصة كانت واتية إن نحن نكون في نصف المقعد ومن ثم نكون في المجموعات فهذا شيء صار، ونحاول بظروفنا الحالية نحاول نكون فريق بشكل أفضل. نية على البطولات المحلية أنا أقول لك بطولة الدوري أهم بأمانة، لكن بعد إذا كان عندنا الإمكانية والاستطاعة إن نحن إن ننسق ما بين البطولات وبنفس الفريق فهذا ما يمنع. الفريق اليوم مش مشكلة فقط بدنية أو ضغط مباريات، أنا أقول لك في مشكلة حتى في الملعب. أنا أتفق معك المهاجم اللي كنا نستاذ إنه حنعول عليه أشياء كثير ممكن في أربع مباريات غاب، وأنا شخصيا بقول لك بأمانة إن اللاعبين ما تاركينهم لاعب وراء لاعب، إذا نشوف مستواه ينزل نقعد معه. علي الشيخ قبل مباراتين كان مستوى نازل، قعدت أنا معه شخصيا وكلمته قلت له أنت جاي هني لغرض لهدف معين، وبدأت أول مباريات جيد من ثم بديت تختفي، مباريات اللي بعدها نريدك أفضل، لكن اليوم يمكن حصل له فرص سهلة للأسف ما استغله. في لاعب آخر اثنين وثلاثة حصل له فرص ما استغلها بالشكل الصحيح. لكن إن شاء الله نحن الفترة الجاية نحاول ان الوضع يكون مثل ما بدنا، يعني يكون مباراتين نحن صار دروب، مباراتنا مع الوحدات ومباراتنا هذه الاخيره مع صور اليوم، لكن كنتائج سابقه نحن نقول النتائج مع فنجه مع العروبه لا باس فيها، فان شاء الله نحاول مباراتنا مع بوشه من نبدا ان شاء الله من اول جديد ان الامور تمشي مثل ما رسمناها. نعم عيسى سؤالنا الاخير لك بالنسبه لمحمد الشيبه، متى سيعود بالتحديد وماذا عن منصور النعيمي؟ حتى الان منصور يعني مستواه في تدني واضح بدليل ان اللاعب اللي كان ركيزه اساسيه صار يستبدل في اغلب مباريات نادي النهضه. خالد خليني ارجع لك بس لنقطه بسيطه، برجع لمحمد المنصور. نعم. لان هذا الموضوع يمكن الكل تكلم فيه فيما يخص مباراه الوحدات مع النهضه. يمكن الفعل اللي تدار من اللاعب التونسي كان في كلام كثير عليه، وحتى نحن في اداره نادي يمكن كثير من الكلام توجه ان اللاعب بدر منه فعل. نعم. يعني كانت من الاسباب اللي ادت الهزيمه. طبعا اللاعب بامانه بعد المباراه نحن كنا نفترض نقعد معه، لكن كان الوقت التمرين وتاخر فتركت انا اليوم الثاني وقعدت معه وكلمته اللي صار منه يفترض ما يصير باللاعب. طبعا هو ابدا اسباب ان اللاعب الثاني ممكن غلط عليه وتكلم عليه، لكن هذا ما يعفيه من الخطأ اللي بدر منه. وأنا أقول لك بعد أمانة لا تتوقع أن في عقوبة الاتحاد الأسيوي. نعم. أن فعلا جتنا رسالة طالبين تبرير للاعب التونسي من فعله كون أنه خارج الأخلاق الرياضية هذه. نعم. محمد الشيبه قبل تقريبا 10 أيام رسلنا رسالة للدكتور المنتخب اللي هو محمد يتمرن عنده، وطلبنا منه أنه يوافينا نحن بتقرير متى عودة محمد، لأن الدكتور كان متابع محمد من بداية إصابته في مباراة فنجة. نعم. وبفترة كان تشخيص خطأ في البداية الأولى، ومن ثم راح على قطر، ومن ثم قالوا الشهر والأيام تمشي. أنا أقول لك التقرير اللي جانا أن محمد ما راح يكون جاهز قبل شهر 5 نهائيا. هذا التقرير النهائي اللي وصلنا من عند الدكتور المنتخب. نعم. عفوا عيسى في اتصال سابق مع رئيس النادي سالم الزاحمي قال لنا خلال 10 أيام بالكثير أو 20 يوم راح يكون اللاعب جاهز، يعني هذا الاتصال كان قبل حوالي اسبوع. صحيح. هذا الكلام كان بناء على كلام دكتور المنتخب اللي هو هاري كنا متابعين معه، لكن نعم. لما كملنا العشر ايام طلبنا برساله رسميه راحت لهم. نعم. طلبنا تقرير عن محمد الشيبه، رد علينا بالتقرير اللي انا كلامي خبطته اخوي خالد. نعم. ان اللاعب ما راح يكون جاهز من قبل شهر 5، وهذا اللي نحن حط عليه اكثر من علامه استفهام. صحيح. ان لاعب
قاعد يتابع دكتور المنتخب، اذا هو ما قادر يعطينا المده اللي راح يرجع فيها اللاعب فهذه مشكله. بالنسبه لمنصور، منصور ممكن من ظروف مباريات كثيره هي مأثرة فيه، لكن فعلا منصور مش منصور اللي كنا نحن ننظر له سابقا، بالذات من بعد منصور ما اصيب الموسم الماضي. يمكن اللاعب في الاثار ان يحس ان الموضوع الاصابه السابقه مؤثره عليه، لكن في مباريات احيانا منصور يكون متميز. لكن انا بقول لك بامانه المدرب في الفتره الاخيره من كان اللاعب اذا شاف اللاعب ما يؤدي في المباراه توقع انه يستبدله في المباراه، وتوقع انه مباراه ثانيه يمكن يكون في دكه الاحتياط. نحن الفتره الجايه اللاعب اللي راح يعطي، انا اقول لك بكل امانه المدرب اكيد راح انه يستعين فيه لمصلحه الفريق. نعم. طيب عيسى، تصبر الفريق اليوم راح ياخذ ليلته في صور، وبكره يغادر الى بيروت تقريبا لملاقات السلام زغرته اللبناني. نعم. طيب. نحن الفريق طبعا تتحرك من صور على المطار ان شاء الله، الطائره راح تكون الساعه 5 من مسقط على دبي. ما شاء الله. راح تكون ان شاء الله من الساعه طيارتنا على بيروت الساعه 8 ان شاء الله، راح يكون ترانزيت ساعه ونص ساعتين بالكثير في دبي، وبنتحرك راح نوصل بيروت ان شاء الله في حدود الساعه 11 صباحا. نعم. تعمدنا انه يمكن نوصل بدري على اساس ان نعطيهم راحه، لكن لو ان ابناهم بيتنا مسقط او رجعنا لبريمي مثلا على الطيران اللي مباشر من مسقط او من دبي ممكن نتاخر يوم، ففضلنا ان الراحه تكون في بيروت ان شاء الله. في بيروت ان شاء الله طالعين الشباب على المطار. نعم. ان شاء الله. وهذا اكيد لاعباء ماليه اضافيه. عموما عيسى نتمنى لكم ان شاء الله رحله سعيده، جميع بعثه نادي النهضه العنيد، يعني رحلة سعيدة الوصول إلى بيروت والعودة بالنقاط الثلاث. شكرا لك عيسى النعيمي من سر نادي النهضة. سيف، راح تكمل حديثك وبعد ذلك يعني باخذ آراء. طبعا أنا بكمل الفكرة عشان تكون واصلة بس بشكل تام، باقي جزئية بشكل بس عندنا تعليق فيها. لو لا لا معلش، تعليق خالد يا سجلوا كل ملاحظاتكم. لا 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 مش تعليق على أساس كنظام مسابقة. لا تفضل شوف كمل سيف. بالنسبة لي بس نختصر شوي سيف. لا بس أنا عشان تكون، لأن هذا طلبته من يومين الحين أتكلم فيه، خلونا أكمل شوي عشان ناخذ وقت. حاضرين حاضرين. إحنا طالما إنه أنا مع ان نحن اول شيء عشان ما يفسر كلامي غلط خالد، مع دور المحترفين هذا امر منتهين منه. نعم. مع انه اللاعب يتفرغ هذا امر مطلب رئيسي لازم يحصل الموسم القادم، او نحاول متى ما يكون اقرب فرصه ممكنه. الانتهاء من البطوله هذه كاس صاحب الجلاله في ظل الظروف الحاليه لطالما اللاعب غير متفرغ لكره القدم، اتمنى ان يتم بالكثير قبل نهايه شهر 2 قبل الدخول في البطوله الاسيويه والبطوله الخليجيه. انا وجهه نظري لعلاج هذه الاشكاليه، هذا طرح مشاكل، حلول ايش؟ الدور الاول احنا كثير باستثناء، اوكي خلينا ناخذ كاس اسيا استثناء كل 4 سنوات تصير محطه مثل هذا، لكن احنا نعيش هذه الازمه في اغلب المواسم. كاس الخليج كل 2 سنين، حتى الموسم اللي ما عندنا فيه كاس اسيا وما عندنا كاس الخليج دائما بطولاتنا فيها توقفات عديده في الدور الاول، وبالتالي كل الحمل وكل الضغط يكون في الدور الثاني، وتشتبك المساله في قضية المشاركة الخارجية والدوري، تلقى الدوري مضغوط لأن فيه تأجيلات كثيرة تحصل. أتمنى أنه يبدأ الجدول أكثر قوة في البداية لأنه اللاعب يكون في أوج عطائهم، وتعطى فرصة أكثر مساحة في الدور الثاني، مش عشان اللاعبين شوية يعوضوا قضية السفر، قضية المشاركات الخارجية وخلافه. بطولة الكاس هي مش محور الرئيسي، محور الرئيسي أنه 3 بطولات للاعب صعبة في ظل ظروفنا الحالية. أريحية الدور الثاني جدا مهمه، الانتهاء من البطوله شيء مهم. اليوم نحن دور يمكن انا والاخ من اسمك اليوم انا نسيت، ما اعرفه. هلال. هلال تغيب تعال واحد هلال ابو حمد لا ابو حق زين. عموما يعني تكلمنا برا انا والاخ هلال عن قضيه مساله دور الثمانيه. دور الثمانيه حتى اغلب المباريات فيها اشكاليه، ما تحس فيها يعني المستوى اللي نحن نتمناه ونشوف دور الثمانيه بهذا الشكل. فبالتالي هذه كلها ضغوطات لازم نحن يعني تكون عندنا، يمكن نخصص لها حلقه خاصه خالد نتكلم. نعم. عنها، نتكلم كيف انه ممكن هذا اللاعب نشوف هذه الادوار توصل الى مستويات افضل. فانا اتمنى ايضا الجزء الاخير ان ما نوصل يعني انا اعطيك الحلول الحين، ما نوصل في الدوري شهر 5، حرام ان ندخل لاعبيننا في شهر الصيف شهر 5 بالذات يلعبوا كرة قدم، هذا الشيء يا أخي ممكن يأثر، يعمل إصابات، يعمل إرهاق. لاعب بيجي يرجع شهر 6 أو شهر 7 ما بيلحق يأخذ أجازة، بيرجع على طول يبدأ الموسم الجديد في ظل عدم الاحترافية الكاملة كلاعب، ما أتكلم عن الدوري. فبالتالي كل هذه الجزئيات تحتاج إلى ربط، تحتاج إلى معالجة.
أنا اهتمامي أشوف أن من ضروري جدا نهتم في مسابقاتنا. السنة القادمة أتوقع ما عندنا كأس خليج ولا كأس آسيا، نريد نشوف جدولنا. لا كأس خليج شيء السنة اللي شيء كأس الخليج. أي كأس الخليج عفوا لأن شهائي لأن خدم السنة آسف أيه. نعم ما علي عندنا بطولة ما عندنا بطولة كأس آسيا فعلى الأقل في الدور الأول نعمل شوية نوع نبدأ حتى بدري شوي حتى بشيء مبسط بس على الأقل نضغط مبارياتنا في الدور الأول بحيث أن على الأقل شهر 12 نخلص الدور الأول. اليوم نحن الدور الأول خالد متى خلصنا؟ ترى كأس الخليج وكأس آسيا من الأسباب. ترى أقول لك هذه أسباب يعني خذينا كحال استثناء نتمنى تكون يعني في 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 شيء واضح شهر 4 بالزيادة نكون إحنا مخلصين مسابقاتنا كلها لأن قاعدين نشوف اليوم في دول كثيرة. أما إن إحنا نجلس نقارن أنفسنا إنه والله في سين من الدول ما بذكر أسماء وأنا أعرفهم عندهم الدوري لا يتماشى كأس ولي العهد يمشي شهر 4 يا أخي ظروفهم مختلفة عندهم يعني خلنا نقول احتراف أو شبه احتراف. لكن إذا خلصت في 4 عندك 5 و6 و7 و8 والبطولات تبدأ في شهر 9 أغلب الدول حتى في الخليج معنا في شهر 4 يخلصوا خالد هين 4 شهور كلها نهايه 4 نهايه 4 خلص صيف يعني كيف كذا ان الدوري مضبوط بغيت تلعب 5 مسابقات تريد تلعب 5 يعني تريد تلعب 5 لانك بتوقف 4 لا سؤال بتلعب 5 في ظل الضغوطات اللي موجوده تجيب ايش راح نتكلم عن هذا الامر الحين كيف نعالج الاشكاليه. انا اتفق معك في جزئيه بانه يعني المسابقات تصل الى شهر 5 والصيف داخل ومجهود عالي من قبل اللاعبين وضغط المباريات والمسابقات وايضا الظروف اللي نعرفها وعملهم وارتباطهم بعمل هذه الامور كلها نعرفها ولكن انت الان سيف يعني شاهدت الجدول هذا صح انه هناك في بعض انا اتفق معك في جزئيه انه يكون هناك في اكثر اريحيه بالنسبه للفرق اللي هي تشارك خارجيا ولكن على نفس الشيء المعمول الان فيه انه نهايه المسابقه تنتهي مع نهايه الموسم بطولة الكأس أو بطولة الدوري أو وأنا أتمنى أيضا يعني وقت المشاركة نعم. وقت المشاركة قصدك أن ما تكون في مباريات الكأس مثلا كيف؟ ترى هم المشاركة ما لهم شهر 3 وشهر 4 عادة البطولات الخارجية أيوة صحيح؟ نعم من اثنين من اثنين من اثنين من شهر اثنين تقريبا يعني لا بطولة الكأس يعني لا مشاركات الخارجية في شهر 3 وشهر 4 طيب أنت لو فرضا لو حد استمر عندك في البطولة هذه بيكمل لكن سيف بعد أنت عندك مشكلة عندك أيام فيفا في شهر 6 إذا أنت وقفت الدور في شهر 5 مسابقاتك اللاعبين بيتأثروا بعد لاعبي المنتخب. هو شوف هذه مشكلة غير هو الإشكالية إذا أعطيتوني يعني الوقت أيام فيفا يومين في شهر 6 أبو تركي شوف لا بس إيش المشكلة كل الدور مخلص يتأثر بالعكس المدرب المنتخب شهر وحمد. كامل بياخذ اللاعبين معسكر خارجي على راحته ممكن يوديهم برا يشتغل على الحلول اللي طرحتها جيدة بعد ما يرتاح سيف بعد ما يرتاح الحلول اللي طرحتها جيدة أنا في وجهة نظري جيدة في ظل الظروف الحالية ولكن تعطينا وقت شوية يعني السؤال الآن أنا أشوف في وجهة نظري الأندية وين الأندية اللي هي مهتمة في هذا الشيء أو اللي عندها مشاركة ما هو الجدول يعني أنا ما أعرف هل مشاركاتنا تنزل في نفس الليلة من السماء إن بكرة عندنا مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي أو في بطولة أندية مجلس التعاون أو من بداية الموسم يعني إحنا ليش لما نتكلم الآن لما تكون المشكلة كأندية ونتعلل ونتعذر ليش ما نبدأ ملاحظاتنا من الأول على جدول المباريات المسابقات يعني اليوم يحصل هذا في الأندية للأسف ويحصل حتى في الرابطة الآن هناك في أغاويل إنه الجولة القادمة ممكن تتأجل أغاويل نعم تقريبا خلاص بكرة هل مشاركة الأولمبي كانت غير موجودة في البرنامج صحيح يعني صراحة شيء ما يتصدق ليش تتأجل طيب لا ليش لأنه مشاركة الأولمبي متى تبدي البطولة لا 23 يوم 23 بغض النظر بس عنده برنامج الأولمبي عنده برنامج 23 عنده برنامج الآن ايش قبل 23 الأندية الجولة متى 19 20 لا المدرب حمد العزان يريد اللاعبين في المعسكر 19 يعني معقول اللاعب يلعب 21 هذا من حقهم انهم من حق المدرب ان ينفذ الخطة ماله صحيح من حق ولكن انك انت تفاجئ الاندية ايش يعني ايش اللي بتستفيد الاندية اللي هي متصدرة يعني رايح تتضرر هذه البطولة هذه اول حاجة الفرق اللي هي الان بدت تستعيد مستواها رايح تتضرر كثير من الاندية يترتب عليها اشياء كثير حتى جوانب مالية يترتب طيب على هذا الهلال عشان ما نطلع كثير من المباراة عيسى النعيمي ذكر مسألة إصابة محمد الشيمة أعتقد هذا لغز محير بالنسبة لنا أول ما أصيب اللاعب قالوا رباط صليبي بعدين الحمد لله ما برباط صليبي الحين فترة الغياب طالت كثير يعني يقولك ما بيرجع قبل شهر 5 هل يعقل هذا الشيء يعني في مسألة طبيب المنتخب وتوقيت عودة اللاعب اللي يحتاج ناديه وموقع عقد ويحتاج المنتخب أيضا في هو إذا رباط صليبي لأنه هو انصاب بداية الموسم لا هو مش رباط صليبي
والله حتى ما اجرى عمليه يعني اذا مش رباط صليبي اذا اكيد في اشكاليه اذا ما في رباط صليبي لان ما ممكن اصابه الا اذا في كسر لا قدر الله في رباط صليبي هذه الاصابات اللي هي تعيق او في غطاء في بعض الاجزاء من هذا ممكن اللي هي تعيق وتكون مده الرجوع طويله نوعا ما نعم. ولكن اذا ما كانت هذه الاصابات غير موجوده فاذا هناك في اشكاليه الاشكاليه يعني انا اقول ممكن على اساس ما يفسر الكلام نعم. بشكل في اشكاليه بين اللاعب والنادي على اساس ما يكون تفسير الكلام بشيء مخالف كيف اشكاليه بين اللاعب والنادي شوف الان انت تقول لي لاعب ما عنده اصابه رباط صليبي ايه طبيب اصابه خطيره ما عنده تقرير طبيب المنتخب يرجع ما عنده اذا ايش الاشكاليه التزامات المنتخب ما عنده الاشكاليه فوين الاشكاليه لا انت ما سمعت عيسى النعيم ايش قال لك انا تقرير من طبيب المنتخب في البدايه كان المفروض يرجع بعد 10 ايام مثل ما قال سالم المزاحي انا سمعت طبيب المنتخب هي. اليوم يقول لك ياتم رساله ان اللاعب ما ممكن يرجع قبل شهر 5 تقرير الرسالة الثانية هذه أنت اللي أيوة. ما ذكرتني على أساس الرسالة الثانية نعم هذه إذا هناك في إشكالية أنا في وجهة نظري في إشكالية وين إشكالية؟ الآن أدخل معاهم الجهاز الجهاز الطبي الطبي إيه الآن أدخل الجهاز الطبي يعني من ثلاث الأطراف ما تروح يا اللاعب عنده مشكلة يا النادي في مشكلة بينه وبين اللاعب أو الجهاز الطبي ما عارف الشخص إصابة محمد شيبة بالشكل يعني السليم من يوم ما انصاب محمد شيبة إلى الآن ما هم عارفين إيش الإصابة بالضبط أتعدل. أعتقد مسألة التشخيص والتأهيل احنا معنا مشكلة كبيرة جدا يرجع للاعب نفسه محمد شيبة لابد انه يعرف انه الان راح زين يقول لك سبيتار راح قطر فتره اوكي ايش نوعيه الاصابه؟ معقول ما معروف الاصابه سواء هو يريد يرجع ولا ما يريد يرجع للملاعب يريد شيء لاعب ما يريد يرجع يعني هذا ممكن عمره 25 سنه الان اصبح الموضوع مو لاعب له دور يعني اذا طالما ان الاصابه ترشيح ما بين النادي وما بين طبيب المنتخب وهذا الامور هذا كله هذا يرجع لهم هم في النهايه الخاسر النادي والمنتخب واللاعب نفسه هم يتحملوا نحن يعني لكن كيف اللاعب له دور يعني ينزل الملعب وهو ما جاهز؟ لا له دور انه يعرف اصابته ايش والفتره اللي بقضيها في العلاج انا اريد ارجع للملاعب ممكن اني انا طبعا اكيد يريد هو عمره 25 سنه يريد يرجع يعرف هذا الشيء ترى لكن في طبيب هو اللي راح خارج البلد تعالج زين الان الحين انا عندي دكاتره هم يشخصوني وما اقدر اشخص حالته الان على اساس نطلع من الدوامه هذا ونحن نطلع نحط بعض الكلام ممكن ما يكون صحيح يا اخي كلم محمد شيبه تصرف فيه لا الحين المساله بغض النظر لا سيف سؤالي لك عن مساله الشيخ بغض النظر صار كلامه واضح امين السر عيسى كلامه واضح انه اداره المنتخب او الجهاز الطبي للمنتخب هو اللي مر قال بعد هذه أيوة يعني سيف احنا بعد هذه الفتره اللي نتحدث قبل قالوا لهم خلال 10 ايام بيرجع الحين تقرير اخر يقول لك يرجع ما بيرجع قبل شهر 5 من اللي قال لك التقرير هذا؟ عيسى النعيم عيسى هو رساله رسميه من النادي بناء على تقرير رساله رسميه من النادي رسالة الان عيسى النعيم يحمل من ما يحمل هو يقول لك ارسلنا رساله رسميه من النادي وكتبنا فيها اللاعب جاهز ممكن يرجع على حسب ما خبرتونا سابقا بشكل شفوي قالوا لهم لا اللاعب هذا رسميا ردوا عليهم رسميا ما ممكن يرجع قبل نهايه 5 خلاص اوكي انتهى الموضوع ترى اقول لك لكن الاساس المشكله وين المشكله انه انتهى الموضوع لا لا بدون تشخيص الاصابه وين الاصابه لا بس يعني بس سيف خليني بس اقول لك شيء نحن وصلنا الان اداره نادي النهضه يعني كان هناك اتصال ما بين احنا ما نحمل تو المنتخب سيف انا ما بتكلم عن المنتخب انا ما نحمل حد الحين الوضعيه اللي هو فيها محمد الشيبه صالح البارحي عن طريق محمد الشيبه يعني هنا قالوا له رباط صليبي بدايه وتذكر حتى وشيع وذكرنا ان هاي ثالث اصابه رباط صليبي للاعب راح قطر قالوا له مش رباط بس يحتاج الى عمليه تنظيف للركبه وراح يتوقف شهر الحين لا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة يعني استوت فترة الغياب يمكن توازي فترة غياب لو لا سمح الله كان عنده رباط صليبي أيوة زين الآن إدارة نادي النهضة إدارة نادي النهضة هذه الرسائل كلها وصلت عندهم هل هم عندهم تعقيب أو عندهم يعني مشكلة من هذا الناحية سيف بعد أنا بس أرد عليك بجزئية بسيطة عشان بس توضح الفكرة لا لأنه الحمام نتكلم في الموضوع يعني هم أنت خذ الفكرة شكون واضحة الحين يا أخي قالوا له عندك تنظيف تحتاج تنظيف سووا له التنظيف زين وشهر بترجع هذا الكلام في قطر لما يرجع هني طبيعة الحال يفترض أنه يرجع تأهيل هل تأهل بشكل صحيح ولا ما تأهل هل بالفعل التشخيص صحيح ولا غلط يمكن يكون في قطر غلط احنا بعد ما بنظلم ممكن وارد يعني إصابة محمد شيبة كانت مع النادي إيه كانت مع النادي والنادي هو يعني الأولى الآن في الفترة الحالية لا في مشاركات المنتخب وهو يتحمل مسؤولية لعبه الآن اما الان لا بس المنتخب عادة يعني اللاعبين قال يهتم فيهم انت عارف امكانياتهم واذا المنتخب ما في لاعبين المنتخب يعني يريد محمد انه ياخذ فرصته للتمرين
والاستشفاء والمعالجه بشكل وما يحمله عبء زايد. ايش ذنب النادي؟ لا بس سيف لحظه، انت تقول كلمه خطيره الحين لانه تعور في النادي. أيوه؟ لازم خلاص النادي مسؤول عنه. هذا لاعبين عندنا عشان فايزر شادي تعور مع المنتخب. هذا قائدين تعوروا مع المنتخب. سيف ابعدوا العاطفه. اي عاطفه؟ هذا عاطفه سيف سلطان. عاطفة زي طيب فايزر رشيدي وين تعور؟ من وقت المنتخب اليوم فايزر رشيدي تعور. إيه؟ فايزر رشيدي ولاعب وحارس تميز واثبت وجوده والمنتخب بحاجة له. جزاهم الله الخير انه الاتحاد ها وفر يعني عالق اللاعب. ارد عليك ارد عليك خلينا اكمل. لا برد عليك خلينا اكمل خلينا اكمل. لا لا عشان ما تصير ولا بس يعني انا اصيب عندي لاعب منتخب اصيب عندي في نادي يعني انتظر الاتحاد كيف يعالج واجلس فتره طويله. ارد عليك الاتحاد بادر. ارد عليك الا اذا ايوه انت ليش تجيب الحالات اللي تعوروا مع النادي؟ كيف تريد نعدد لك اللاعبين اللي تعوروا مع المنتخب؟ ايش استفاد النادي بعدين اللاعبين اللي تعوروا مع المنتخب؟ اوكي عدد لي اياهم. انت تعرفهم اللاعبين اللي تعوروا مع المنتخب كم لاعب؟ انت عندك لا في اسماء كثيره بغض النظر. لا خلينا ناخذ الحال اسم الاسم. انا بقول لك بعطيك مثال لحظه انا بعطي مثال. هاني نجم الدين حارس هاني تعور مع المنتخب. ايوه زين بعدين لحظه عوضوه من عالجه النادي. اه شفت كيف؟ المفروض هو الان سيف فكرته انه كلاعب يعني ايوه لا. انا بفكر هاني اصيب في مع المنتخب بس انت ليش مشكله بالنسبه للمنتخب بس انت ليش تعتب على المنتخب اذا هو احتوى لاعب مثل الشيبه او عماد؟ انا ما اعتب انه اهله تاهيل. انا ما اعتب لكن انا الان النادي النهضه الان منتظر لاعبه هو يحتاجه في هذه الفتره. اجلس ان طبيب المنتخب ولا انا المفروض اني اتابع اللاعب اصابته تاهيله ايضا اتواصل معاه بشكل دائم لان انا متعاقد معك ولا ما متعاقد معهم ترى سيف معهم طيب. اللاعب معاهم طول الوقت حتى في تمارينهم يحضر مبارياتهم كل مباراه كذا مباراه احضر موجود معاهم موجود. يعني أوكي. قضيه انه يتابع ترى تابع مع الاتحاد جزاهم الله خير ما قصروا طيب. يعني احنا طيب. اوكي هذا جزاهم الله الف خير لكن جابري نادي واللاعب كملنا ساعة في الموضوع نادي واللاعب خلي سيف سلطان يعقب نادي واللاعب هم أيضا لهم يعني أنا نادي تعاقدت مع لاعب وصيب معي أتابعه ومحتاجه هذا اللاعب لما يجيني الطبيب المنتخب يقول لي وأنا مالي مقتنع أو أنه الإصابة جلست فترة طويلة ما تعالج اللاعب من مكان لمكان ايش ذنب النادي؟ طيب احنا عموما هذا اللي انا اريد مش اي لاعب منتخب الان اصيب يعني نعطيه للاتحاد والاتحاد يتحمل مسؤوليته. لا النادي ايضا لابد عليه انه يتابع وايضا اللاعب بجانب الجانب الاخر اللاعب يعرف لا 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 ما تطول السالفه هذا لانه مش موضوع مش موضوعنا الرئيسي. يعرف انه لاعب نادي معنا ساعه باقي مباراه بس معلش سيف كلامك صحيح ما في غلط انا ما اختلف او بيقول لك كلامك صحيح وبيعقب عليه. لا لا ما عقب على جزء هو ناسنا. انت لما تعطي فكره لازم تكمل الفكره ايضا. انت الحين الفكره اللي تقولها انه النادي عليه يهتم ويتابع اللاعب ماله هذا ما مختلفين عليه لكن اليوم ما في لاعبين ارد اسالك ما في لاعبين كثيرين في المنتخب تعوروا وجلسوا واقفين موسم كامل مع انديتهم ما صار صح زين من دفع الضريبه؟ الانديه واللاعب بس اللاعب اللي دفع الضريبه النادي ما دفع الضريبه. اذا النادي ما يعني اصيب هذا اللاعب عنده وما قدم له شيء ولا عالقه من يتحمل؟ اول تجاوبني طيب تجاوبني على المنتخب يا اخي تعور مع المنتخب زين ورجع في النهايه موسم كامل غاب فرضا او كذا شهر من المتضرر اللاعب والنادي اكيد والمنتخب اكيد انه متضرر أكيد ما في خلاف أكيد لكن ما متضرر النادي طبعا متضرر طيب يعني اخر شيء مثلا عماد الحسني اصيب في بطوله اسيا ايوه ايش اللي صار صح ابتعد عن فريق نادي الصحن عقده مع نادي الصحن وتاهل مع المنتخب طيب سيف في العقود انه اللاعبين مثلا انا في حالتي اصبت مع المنتخب هذا العقود الصحيحه وعقود اللاعبين اللي هم يعني في عقد ما بينه وما بين النادي سيف جابر وهيثم تمام في عقد سيف سلطان باختصار الله يخليك في عقد ما بينه وما بين النادي في حاله الاصابه مع المنتخب يتحمل من بيختم لك العقد هذا؟ كيف؟ من يختم لك اياه؟ كيف من يختم لي من بيختم لك هذا العقد في النادي في الاتحاد في اللجنة في كل مكان طيب سيف سلطان اسمح لي بس عموما احنا راح نتحول لا يعني عقدك ما يضمن لك حقوق هلال لو سمحتوا لي ما ممكن ناخذ ساعة ونص سيف الجابر لو سمحت لا موضوع مهم بس ما بدي الساعة ونص موضوع زين علي بس نختصر لا لو سمحت اعطينا نص راح ناخذ مجموعة من التغريدات هيثم عندك التغريدات هذه المرة وبعد ذلك نتحول للمباراة الثانية
موسى الهدابي. موسى الهدابي اذا ما واضحه هيثم سيف سلطان عندك، عندك سيف سلطان تغريده مبروك روح شوي مبروك العروبه هارد لك المضيف ابو سلطان من متى يلعب موسى الهدابي مبروك صور هارد لك النهضه ومبروك العروبه خليك هارد لك المضيفي هو كاتبه هادرلك يلا مو مشكله ابو سلطان من متى يلعب سعد السهيل مركز مركز ستة هو يعني قصده يلعب في خط الوسط طيب نعم تغريدة من الأخ محمود الجوي العميد اليوم قدم كرة جميلة كعادة وفوز مستحق تحياتي للقائمين على الفريق وبإذن الله ناوين على الكأس خالد العلوي أبو مؤيد يقول صور يستمر الإمتاع والإبداع والنهضة في ضياع مبروك للعميد وهارد لك للعميد علي خاطر النجادي هذا يمكن الاخطبوط اي كان يقول لك الاخطبوط بعد الاخطبوط توقعها صح وفاز صور بالذهاب عموما مبروك صور وهارد لك النهضه وختاما الاخطبوط يتوقع تاهل صور لدور الاربعه احمد العمري مبروك لصور وهارد لك للنهضه ابو تركي اتمنى من المنتخب ضم اللاعبين احمد السيابي وشهاد عبيد موجودين في المنتخب الاولمبي قصد المنتخب الأول جاسم صور قدم مباراة كبيرة أمام النهضة ولا داعي لأعضاء الدكة إبخاس حق صور أكثر واحد أنا غردت الصور كمل التغريدة ليش أعضاء الدكة مشككين في فوز صور المتواصل في الكأس والدوري يبدو أنه جاسم ما متابع من شكك بس أنا بعرف هذا جاسم يعني من اللي شكك هاي صار يومين أنا صور وصور زين أبو الحسن نبارك للكابتن يوسف الرفالي مدرب اللياقة البدنية العالية ومساعد المدرب كذلك بالفوز الكبير على النهضة ونتمنى لصور بطولة الكأس عمر القرطوبي صور يقطع صور يقطع وقطعت التغريدة وقطعت التغريدة خلي أرجع لمكاني طيب أرجع صور يقطع شوط كبير للوصول صور يقطع شوط كبير للوصول إلى نصف النهائي الكأس كأس الغائب الغالي بفوز صريح ومستحق مبروك الغائب الغالي لأبناء الشرقية قصد الغائب عن الأول نعم مبارك العلوي ألف مبروك للعنيد فوز مستحق وهرد لك النهضة محمد علي عمان أتمنى من جهاز الفني بفريق صور وضع استراتيجية واضحة خلال المباريات القادمة سواء في الدوري أو الكأس التحفيز والتشجيع مطلوب للاعبي الفريق كلام سمع. محمد سعيد الفارسي لا عنيد في حضرة العميد والله هذا ما نشيد جميل هذا مال الصحافة بصراحة سفينة الربابنا الزرقاء تبحر إلى منصة الكأس الغالية إن شاء الله وسالم السناني يستاهل العميد الصوراوي الفوز أداء وتفاهم وانسجام بين اللاعبين ما شاء الله عليهم هارد لك نادي النهضة كانت التغريدة الأخيرة هيثم تفضل التغريدة الأخيرة هذه كانت التغريدات وفقط تعقيب على تغريدة جاسم ما أعتقد في أي شخص قلل من فوز أي نادي أو غيره بالعكس يعني كان هناك طرح وكان هناك إشادة بمستوى اللاعبين وللمرة الألف نقول لسنا مع ولسنا ضد وأنا بالعكس أتصور ربما يعني أعضاء الدكة يعني تحدثوا أكثر عن فوز صور وعن الأداء اللي قدمه محمد مبارك والجامعي وأحمد السيابي وأيضا بالنسبة للمهاجم تياغو البرازيلي راح نتوقف مع فاصل وبعد الفاصل نتحول للحديث عن لقاء المضيبي والعروبة اللي حسم العروبة في الدقائق الأولى برأسية أحمد مشعل We'll be right back.
فيكم من جديد. مباشرة نتحدث عن اللقاء الثاني بين المضيبي والعروبة في استاد سيب الرياضي. العروبة يكسب المباراة بهدف دون مقابل، وراح يستضيف بعد ذلك أكيد المضيبي في بتاريخ 8 أبريل القادم هناك في المجمع الرياضي بولاية صور. سيف سلطان، نبدأ معك الحديث عن هذه المباراة، ويعني العروبة بكر في التسجيل عن طريق أحمد مشعل وحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، لكن عكس ما كان متوقع ربما أن العروبة قد يحقق يعني فوز مريح في هذه المباراة. أعتقد أن فوز العروبة اليوم ما كان مقنع بالشكل المنتظر منه كفريق متصدر في دوري عمان تل للمحترفين. أداء كان باهت من بالنسبة لفريق العروبة. الشوط الأول اسمحني سيف، هل هو استكمال لنتائجه في الثلاث مباريات الأخيرة؟ نعم يعني الأمور النفسية والمعنوية اللي يمر فيها الفريق يعني حسيت أنه ما زالت موجودة حاضرة في الفريق، ما في هناك في تحسن لحسن حظ العروبة. نعم. مقابل فريق المضيبي ومع كل الاحترام لفريق المضيبي اللي قدم فعلا شوط انضباطي على مستوى عالي جدا، ولكن يعني الخبرة هي التي رجحت كفة فريق العروبة وأيضا بعض النواقص الفنية اللي موجودة في فريق المضيبي، وهذا عانى منه الفريق في المباراة. ولكن العروبة اليوم لم يكن مقنع بتاتا، يعني الهدف اللي سجله أحمد مشعل أعتقد أنه أنقذ العروبة من ممكن يكون تعادل، أو ممكن يعني حتى كان هناك في بعض الهجمات بالنسبة للمضيبي ممكن انها كانت تكلف الفريق يعني خساره على اقل تقدير او تعادل. عموما انا ما اريد اني اتكلم كثير في الجوانب الفنيه، ولكن على العروبه انه يشتغل على الجانب النفسي والمعنوي بشكل كبير جدا، لانه اللي بيمر فيها فريق العروبه ومع الصحوه الغير عاديه بالنسبه لصور في الدوري وفي الكاس، هذا كله يؤثر على الفريق من الناحيه النفسيه. ايضا الاداء الفني يعني كان هناك في بعض الإشكاليات وشاهدناها استكمال للمشكلة اللي بيعاني فيها الفريق، وهو كيفية الوصول إلى المرمى وتسجيل أهداف. ما عندهم مشكلة أنهم يستحوذوا على الملعب، انتشارهم لاعب ضد لاعب، هذا كلها الأمور موجودة في فريق العروبة، ولكن إني أترجم العمل اللي بقوم فيه ما كان حاضر في الفريق. أنا أحب إني يعني أشيد بالمضيبي للأمانة رغم الخسارة، كان هناك أدائهم بحجم إمكانياتهم، هذه الامكانيات اللي يمتلكوها، وحاولوا بكل ما يستطيعون انهم على اقل تقدير يطلعوا بنتيجه التعادل، وهذا ما حصل. نعم. نقول مبروك للعروبه رغم انه الفوز يعني هذه كره بعد حرب. نعم. الفوز يعني ممكن انه كان يعمل له مشكله يعني بهدف هو اهم شيء، وحصلوا فرص، ولكن ما يعني تسجيل الاهداف بهذه الفرص، يعني انت تريد تخرج لاعبيك من الحاله هذه في عدم تسجيل الاهداف. هذه كانت الفرصه المناسبه خالد بالنسبه للعروبه. نعم. انهم تفتح شهيتهم للتسجيل، ولكن ما استفادوا من هذه الفرصه. طبعا تكلمنا بانه الفوارق موجوده ما بين العروبه والمضيبي، وهذا ما حصل. الفوارق الفنيه والخبره هي اللي رجحت كفه نادي العروبه، لكن كمستوى العروبه لم يكن مقنع، المضيبي قدم كل ما عنده، او ممكن ايضا يكون هناك في عمل اخر بالنسبه للجهاز الفني في المباراه الاياب. نعم. هيثم، سيف يقول العروبه لم يكن مقنع، هل تتفق معه؟ احنا مو عن نتفق، يعني من امس احنا ذكرنا حتى انا وزملائي هنا ان توقعنا السيناريو هذا انه الفريق يدافع نادي المضيبي رغم ان المباراه تعتبر على ملعبه، يعني لكن ما جاوبت انت على سؤالي الحين. انا قلت لك تتفق معي، هو يقول لك غير مقنع، اداء العروبه غير مقنع. بس كذا طبعا، يعني انت بغض النظر عن الفوز تلعب امام فريق انت متصدر دوري، واستكمال اللي ما في لمبارياته الاخيره. نعم. في دوري المحترفين. اليوم انا اعجبت بالمحترف الاردني بهاء غسان لاعب نادي المضيبي، لاعب قدم اداء كبير صراحه، محترف جيد، كان يدافع ومسيطر بوسط الملعب، وكل هجمه لفريق نادي العروبه يعني معظم اللاعبين هو كان قريب من كل من عبد الله صالح، من ابراهيم الزجالي في البدايه. يعني العروبه ايضا نقص اليوم بعض اللاعبين مثل الكابتن احمد كانو. نعم. لكن مع ذلك لا يشفع هذا الموضوع، يعني اليوم لعب بسعد السهيل، حسن مظفر، اسماء عندها خبره كبيره. مع ذلك فريق المضيبي باسلوب المدرب الكابتن انور اللي لعب فيه في المباراه اللي انتهجه استطاع ان
يقف يعني أمام نجوم العروبة كلاعبين بصراحة اليوم طبقوا كل ما يمكن، لكن تبقى الفوارق احنا ذكرناها جميعا يوم أمس، فوارق كبيرة طبعا بين الفريقين بكل شيء. فبالتالي نتيجة نعم توقعنا أن العروبة يعني حتى يعني هذه المباراة والمباراة القادمة يعني العروبة هو الأقرب للتأهل، لكن اليوم ما كان نادي المضيبي سهل إطلاقا. الفريق طبق أسلوب جميل جدا في امتصاص زخم كل لاعبي نادي العروبة وأيضا خبرتهم، وكان أيضا في بعض الأحيان لو عنده لاعبين يعني شوف فرص كان عنده، لو عنده لاعب عنده خبرة يعني يمكن أحمد الحبسي شاغل قبل أن يسحبه مدرب الفريق في شوط المباراة الثاني يفعل نادي العروبة، لكن لو عنده هذا هدف مؤكد يعني لو عنده لاعبين لديهم الخبرة كان ممكن أنه على الأقل يطلع بالتعادل اليوم المضيبي أمام فريق نادي العروبة. وتذكرت يوم أمس وما زلت أتذكر قلت أنه العروبة فاز بصعوبة على مرباط نعم بهدف صحيح وانتقل 2-1 نعم فلسة أنت قلت بهدف يعني فارق هدف أي فارق هدف نعم فحتى أنت كنت متوقع أيضا هذا السيناريو أنه اليوم المضيبي ما يكون لقمة سائغة أمام صحيح. فريق العروبة ويجب أن يكون هناك مراجعة حتى من اليوم من العروبة يعني كان سيء يعني ما استغل هذا يعني المضيبي يعني صح أنه حصل فرص ولكن تشوف من الناحية البدنية الفريق فريق العروبة غير مقنع أنا بالنسبة للمضيبي يعني بدنيا يعني تحس أنه اللياقة البدنية متدنية نوعا ما أو كخطوط فوارق أنا بتكلم عن أنت بتحصل فرص شيء طبيعي ولكن بتتكلم عن منظومة فريق في جميع الخطوط في ترابطها في قري اللاعب اللي قطع الكرة ممكن أنه تلعب أمام مين اليوم سيف كيف؟ امام سعد السهيل وامام حسن مظفر لا انت تتكلم عن المضيبي فانا قلت لك بحجم امكانياتهم يعني الامكانيات اللي يمتلكها الفريق المضيبي يعني قدر انه يعني ممكن انه حتى ليش لانه الفريق المنافس ما كان بالمستوى العروبه الفريق ما كان مقنع باسلوب اللعب ولا بالاداء ولا بالنتيجه بغض النظر عن الفرص اللي ضاعت يعني اليوم الفريق المضيبي بصراحة لو عنده لاعب فقط يعرف طريق الشباك أو عنده اللمسة الأخيرة كان أحرج العروبة يعني أنور اليوم أنور الحبسي تعامل مع المباراة كما ينبغي نعم بكل تأكيد أنا أعطيه إذا كان في درجات أو علامة أعطيه 9/10 لأنور الحبسي بصراحة اليوم عرف يتعامل مع فريق متخم وإن كان هناك غيابات حتى لا يقال احنا مو قلل من شأن العروبه لكن العروبه الان على غيابات احمد كانوا يعني لاعب وسط مدافع مش يعني مع ذلك العروبه الان متراجع يعني غير مؤثره بالنسبه للغيابات بالنسبه للعروبه ما اتوقع ولكن هناك شوف الهلال تتفق انه غير مقنع كان العروبه غير مقنع في المباراه بس اعطيني جزئيه شوي خذ راحتك يعني العروبه صحيح انه اليوم كسب المهم في المباراة بحكم انه كسب هذه المباراة فقط ولكن بس احمد كانوا حتى عنده حلول خلينا نكمل شوي لو سمحت لي ابو صقر ولكن العروبة عليه مراجعة كثير من الحسابات صراحة اذا كان هذا المستوى ما يوصلك نهائي كاس هذا جانب الجانب الثاني خلينا نتكلم شوي لين برجع للعروبة لان العروبة اذا تكلمت على كجانب فني لاحظنا سعد سهيل مرة يلعب في عمق الدفاع مرة ظهير اليوم النص ما في وجد لاعب في العروبة يحل هذه الإشكالية ما في لاعب يحل إلا سعد السهيل هو مرة بين الدفاع مرة بين النص مرة بين الظهير صحيح برغم أنه موجود أيمن موجود يونس موجود أسماء هذا سؤال للمدرب يعني أنا أتمنى أنه يحصلوا يعني ما بكل مرة تسلم هذه الأمور انك انت ساعد كل مره تنغلف مركز ما يكون في استقرار ولا يكون عندك لاعبين وسط في العروبه في لاعبين من اللاعب الوسط اللي اطراف في حد اشاد في لاعب ارتكاز لا هو اليوم انت لما الارتكاز لاعبين عيد وابراهيم الزقالي ايوه طيب انت تتكلم عن الاطراف ابراهيم كان موجود في المباراه عيد كان موجود انت اذا تغمز لشيء ثاني انت قصدك هيثم بيجاوبك هيثم بعدين اما بالنسبه لا مش هيثم ما كان هيثم يغمز لي بايش قصد ابراهيم الزقالي نعم اليوم ظهر ابراهيم الزقالي هو لا الفريق اليوم الفريق ككل اللي كان سيء صراحه كتيم العروبه اليوم ما كان مقنع خلوا على اساس نتكلم بوضوح شوف بالنسبه للمضيبي المضيبي يقصد سيف الجابري بعدين ما خبر هيثم ولا طلال خلفان اللي كان تحدث هيثم ولا طلال خلفان انا ما تكلمت الله يذكره بالخير طلال خلفان ايوه مش هيثم طيب
زين ما قصدت طيب. لا 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 المضيبي ذكرت ان طلال خلفان كان طيب تحيه لعدنان. المضيبي قدم مباراه مقبوله مثل ما ذكر ابو سلطان في ظل الظروف، وصراحه انا اشوفه انه يخرج خاسر من هذه المباراه في ظل الفرص اللي حصلها ما يستاهل انه يخرج المضيبي خسران في هذه المباراه في ظل الفرص اللي حصلها نهايه المباراه. اقل تقدير ممكن كان يخرج بتعادل، ولكن كوضعية فريق اليوم لاحظنا المضيبي هو الافضل في الشوط. حتى العروض المفروض يطلع بنتيجة اكبر من هذا. صحيح انا عندك ان اكبر يعني اللاعب الاسباني، ولكن نتكلم عن امكانية ضياع الفرص. اي ضياع الفريق يعني هذا المفروض على اي اساس ما قدم شيء؟ هذا نتكلم عن اللي شفناه في المباراة. اللي شفته في المباراة، لكن خالد اسمح لي، هلا اللي بمر فيها نادي العروبة ايش المشكلة اللي عندهم؟ هو تشكيل يعني تسجيل اهداف. نعم. ومهاجم يعني يترجم المجهود العالي في وسط الملعب ومجهود فريق العروبه. نعم. اليوم كانت فرصه بالنسبه لهم، انه الان العامل النفسي والمعلوم مهم جدا، انك هذه المشكله اللي انت موجوده عندك انك تستفيد فيها حتى في المباراه الوديه مش مباراه رسميه. نعم. فكان العروبه قادر يعني حصل اكثر من فرصه. نعم. ولكن بالمعطيات بالشكل اللي وضع ظهر عليه الفريق انه في مشكله، ولحسن حظه انه يعني المضيبي ما سجل بالضياع الفرص اللي حصلها العروبه، يعني بالكم الهائل من الفرص ويتعادل المضيبي معك، فانت وضحت المشكله عندك. هو الشيء المهم انه انت اليوم كسبت الاهم بخصوص نتيجه مباراه في مباراه كاس، هذا اللي محتاج انه انت الان، ولكن عليك مراجعه كثير من الجوانب الفنيه، سواء للمدرب سواء للاعبين سواء اذا كانت هناك في جوانب اخرى، لانه اليوم ما ممكن انا اشوف سعد في كل مباراه في مركز. يا جماعه ما يصير هذا الكلام، في ثلاث مباريات كل يوم في مركز، كل مباراه في مركز. هذا ابو محمد هذا بدايه تخبط. نعم يعني يجب ان هناك تكون في مراجعه لهذا الجانب، خاصه يعني انه النادي تعاقد مع لاعبين مهاجم ما تدري. لا خاصه ان النادي تعاقد مع لاعبين يخدمون في هذه الخانات، فاذا يجب ان هناك تكون في ثبات على التشكيل. احنا لاحظنا محمد العمير الشيء يذكر، لاحظنا محمد العمير اللاعب السوري دائما يعمل فارق، ولكن المدرب يستعين فيه في الشوط الثاني في نهايه الشوط الثاني ويعمل فارق، صح ولا لا؟ ولكن ما قال لك ليش عمل لي فارق في خلال ربع ساعه المباراه الجايه انا رايح احطها اساسي، قال لك انا اثبت على تشكيل الاساسي اللي هو مدرب نادي صور سالم سلطان. قال لك اثبت على التشكيل الاساسي، تياغو يضيع، سامي الحسني مثلا يضيع، ولكن اثبت على اساس يكون في انسجام. الورق الرابح دائما احتفظ فيه، ولكن انت لاعب كظهير بكره في عمق الدفاع، بكره في الوسط، بعد بكره بتشيل ظهير شمال، اذا في اشكاليه يجب ان مراجعه هذا الحساب. اقول هارد لك للمضيبي ومبروك للعروبه كنتيجه، فقط كنتيجه مباراه، انما كمستوى لا، المستوى هذا ما يودي مكان. طيب هلال بما انك قلت هارد لك للمضيبي، استلم اتصال مع احمد الراشد نائب رئيس نادي المضيبي. مساك الله بالخير الاخ احمد. الله بالنور كابتن، كيف الحال؟ حياك الله. يا مرحبا وسهلا. هارد لكم بداية يعني كنتيجة مباراة، ولكن نقول لكم فريقكم أنا أشوفه من الظلم أن يكون في هذا الترتيب في دور الدرجة الأولى، فإيش الأسباب أن الفريق هذه السنة ما كان له امتداد على أساس أنه يرجع وينافس؟ الموسم اللي فات لعب الملحق، المفروض هذه السنة يكون من الفرق المنافسة. أول شكرا على المداخلة الطيبة هذه من برنامج الدكة. هارد لك للعناد ومحبيه، مبارك للمارد العرباوي. شوط انتهى وشوط باقي في الوصول باذن الله. المباراه شاهدتوها جميعا، كانت مباراه واقعيه من كابتن انور، وكانت مباراه في نظري مباراه راح تاخذ منحى ايجابي للمضيبي لتصحيح المسار في الدوري. فيما يخص الدوري، المضيبي قاعد يقدم مباريات جيده، طبعا بعض النتائج ما مش مرضيه ومش قد الطموح، لكن باذن الله المسار راح يتصحح. نعم. مثل ما صار الموسم الماضي. خسرنا نقاط كثير في بدايه الموسم، في نهايه الموسم كنا قاب قوسين الصعود، وقدر الله ما شاء فعل. نعم، يعني احمد بالامس مدرب بالنادي انور الحبس تحدث عن معاناه، وتصور هذه المعاناه من سنوات طويله، لكن بالنسبه لكم كمجلس اداره يعني خلينا نقول الى متى مساله معاناه عدم انتظام اللاعبين بسبب تواجدهم في مسقط، وبالتالي 7 أو 8 لاعبين يتواجدون في التدريبات اليوميه خلال ايام الاسبوع باستثناء نهايه الاسبوع. هذا الموضوع كابتن خالد موضوع مش مغير لحظه. نعم. موضوع يعني يعتبر ازلي للنادي. من مواسم كثيره النادي له شقين في التدريب، شق في مسقط، شق في الولايه بحكم عدم تفرغ اللعيبه كما تعرفوا.
نعم. وبحكم ايضا الوجود الاعتماد الكابتن انور في السنوات هذه على معظم اللعيبه من اللي تم ترحيلهم من المراحل السنيه الفريق الاولمبي والشباب طبعا هذا واتوقع هذه المعاناه مش معاناه تمضي بس معاناه جميع انديه السلطنه في ظل يعني عدم وضوح الاحتراف في السلطنه وايضا المعاناه الماديه المعروفه لجميع الانديه نعم. ونتمنى ان نظام الاحتراف هذا مثل ما هو الحين بادئ يشق طريقه يكمل في جميع مراحل الدوري سواء كان الدوري الممتاز او الدوري الدرجه الاولى نعم لان صراحه يعني من المستحيل ان النادي يتطور او الفريق يعني حتى في الموسم الماضي الفريق بدا بشكل جيد كان مفترض يملك فرصه للتاهل مباشره على فكره بدون ما يدخل في الملحق لولا سوء النتائج في الفتره الاخيره طيب احمد بعد الخساره اليوم 1-0 راح تواجه العروبه في مباراه الاياب في الشهر القادم في المجمع الرياضي بصور هل ترى ان الفريق بامكانه ان يحقق المفاجاه ويصل لدور النصف النهائي وظل جميع شاهد المباراة اليوم والجميع كان على اطلاع على ما حدث في المباراة الكباتن حللوا ذكروا بأن العروبة كان سيء ما أعرف وجهة نظر نعم. لكن أنا لي وجهة نظر مخالفة المباراة كانت تكتيكية من الدرجة الأولى نعم. المضيبي كان لعب تكتيك عالي ذكرنا يا أحمد ذكرنا أن الشوط الأول كان فريق العروبة المضيبي كان منضبط ولعب بانضباط عالي جدا ذكرنا دخل جو المباراة متأخر ودخل جو المباراة متأخر شوف يعني دخل في جو المباراة متأخر في شطف يعني دخل في جو المباراة متأخر نعم. طيب أحمد سؤال الأخير لك المضيبي يمكن عودنا على مر السنوات بمجموعة كبيرة من المواهب نتحدث عن سيف الحبسي وعلي الحبسي سلطان الطوقي ويعني مجموعة من اللاعبين محمد الصوافي وغيرهم لكن الفترة الأخيرة يعني وكأن يعني الفريق يعاني من جفاف إنجاز التعبير في مسألة إبراز المواهب بالعكس عندك سالم العامري لاعب اللي رحل من فريق الشباب او الاولمبي الموسم الفائت كان لاعب اساسي المباراه هذه وكان تقرب مع المنتخب الاخوان صوافي كان شاهدتوه موجودين نعم والمضيبي ولاده لانه في الفتره الاخيره ما شفنا اسم لاعب على الاقل على مستوى المنتخب لو الهلال مخينا عنده مداخله تفضل الاخ احمد انا عندي مداخله ولكن اذا سمحت لي يعني بعيد عن المباراه يعني في وضع النادي فانا نعم. اذكر لك قصه يعني او حادثه اللي هي قبل شهرين تحديدا الى 3 شهور طلعتنا احدى الصحف ان هناك في معكم مشكله وحتى في رساله كانت موجهه الى وزاره الشؤون الرياضيه من مجموعه اللي هي تقدر تقول من النادي ولكن على اساس وضع النادي والدوام اللي يعيشه النادي انه في اكثر من موسم ما حقق نتائج جيده يعني نريد انك تحطنا في الحدث على اساس هذه الاشكاليه الى وين وصلت الاشكاليه اللي صارت من تقريبا شهر فيما يخص الجمعيه العموميه للاسف يعني هذا طبعا الجمعيه العموميه في الصدر بشكل عام فيها سوء فهم مش في النادي وبس بعض الاخوان في الجمعيه العموميه كانوا يطلبوا باجتماع غير عادي وتقدموا للنادي برساله غير موقعه طبعا اداريا يعني لا يجوز ان تقبل الرساله غير موقعه فكان هدفهم مناقشه بعض الامور الماليه اللي هي اساسا ذكرت وطرحت في الاجتماع الجمعية العمومية نعم. ما قبل رسالتهم بطلب الاجتماع الجمعية العمومية غير عادية يعني كان في اجتماع قبل أتوقع أسبوعين وكان مطروح موضوع الأمور المالية للنادي هذه كان الخلاف الوحيدة وكانت رسالة طبعا إشكالية اللي ظهرها في الصحف والنادي ما 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 أصدر أي بيان في الموضوع الرسالة نعم. كانت غير موقعة غير معتمدة فمن الطبيعي ان الرساله غير موقعه وغير معتمده ما تقبل تعتبر رساله من مجهول. طيب احمد الراشد نائب رئيس نادي المضيبي شكرا لك نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى يعني مشكله حضور وتواجد اللاعبين ان يكون لها حل ان شاء الله في المستقبل شكرا لك احمد. سيف الجابري ما تحدثت عن المباراه معك الكلمه اكيد وتعقيبك ايضا اذا كان ممكن على نائب رئيس نادي المضيبي ولكن سيف في البدايه مساله يعني في 7 و8 لاعبين فقط اللي يتواجدوا في التدريبات اليومية أعتقد هذه ما ممكن بأي حال من الأحوال أنك تحقق نتائج إيجابية بهذا الوضع أنا حاط دائرة على الموضوع اللي بتقول أنت الحين نفسه نعم أريد أقول كان تعليقي بس ممكن أنا ما بغيت أتداخل معاه الحين اليوم وجود لاعبين في مسقط عدم حضورهم التمارين أنا ما أعرف المسافة من المضيبي إلى مسقط كم هي أكثر من ساعة ونص ساعة ونص إلى ساعة زين عندنا لاعبين يطلعوا من مسقط إلى صحارة مرنو عندنا لاعبين اليوم يعيشوا هذه الأجواء في دور المحترفين
إذا عندك هدف لازم تعالج هذه المسألة بتوفير سيارة يجتمعوا فيها مجموعة مع بعض، بتوفير حافلة صغيرة، بتوفير أي شيء، لأنه ما معقولة خالد أنه فريق نص يتمرن في مسقط. هل هذا شيء يعني شيء صحي أن اللاعب يقطع مسافة ويتمرن ويرجع مرة مسافة؟ طيب ممكن يداوم في قطاع خاص يخلص العصر أيضا، هذا حالة ثانية ممكن. لكن إحنا خالد شوف، خلنا نأخذ بالمنطقة اليوم، في ناس تطلع تروح، خلنا نأخذ صحم، في ناس يروح من مسقط يتمرنوا في صحم، العروبة يروحوا، يروح العروبة ساعة ونص. نعم. الفكرة هي الأساسية، أنت هذه هي مشكلة، هل وجدت لها حل؟ لكن لما نقول هذه مش وليدة الصدفة، نعم هي مش وليدة الصدفة، كنا نعرف أن المضيبة تعيش هذه المشكلة، لكن هل وجدت حلول؟ هل وجدت بدائل لهذا الموضوع؟ أنا كانت مني يكون الطرح بهذا المسألة، يعني يكون أنه إيش عملت إدارة نادي المضيبة لمعالجة هذه المشكلة؟ قال لك ما في إلا مسألة الاحتراف. هذا اللي أقول لك يعني رئيس. شوف أنا أعطيك مثال، حتى نادي كنادي مثل جعلان نفس الشيء قادر يتغلب على هذه الإشكالية مثل ما ذكر سيد. ترى لازم يعني شوف جعلان يروح من ضمنهم كابتن اللي هو حارس النادي غايب بدور، الكابتن بدر جمعة في هذا الجانب، وإدارة النادي لازم من يعني حاطين وسيلة نقل، حاطين وسيلة نقل في سايق يشيلهم خالد من مسقط إلى جعلان. إيه بس محددين أيام معينة. لا شوف خالد، هو لازم إلى أيام معينة. أنت كذا تسبب في إصابة اللاعب. لا أنت أيام هذا معينة. هذا واقع، إيش تعمل يعني؟ ما عندك حل ثاني. ترى خالد شوف معلش، لكن اللاعبين المضيبي يعني من المضيبي ولا من أماكن ثانية؟ لا خلينا نفترض أنهم من المضيبي يشتغلوا في مسقط. يشتغلوا هنا. إحنا خلينا نتكلم إنه عملهم الرسمي في مسقط. طيب أنت لازم تجد حلول مثل ما قال يعني هلال، انه ممكن تشيل لاعبين فتره، ما ممكن فريق يتجمعون في بعض يعني او تجيب الفريق هذاك فتره مثلا في هذا عمل من نهايه الاسبوع، هذا عمل من نسيت، هذا عمل اداره اخر. تكلمنا احنا في هذا الموضوع، انا هذه النقطه بس تكلمنا في هذا الموضوع، رئيس نادي السويق. نعم. وحقق انجازات في نعم. هذا شيء من انسان، جزاك الله. معظم اللاعبين من الولايه. نعم. ما كان دائما اللاعبين يحضرون في 70% في مسقط يجوا يوميا تمارين. زين ترى اقول لك يعني هذا على 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 مستوى نادي يا هيثم، هذا موجود من قبل. لا 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 موجود من قبل. ايش الغريب؟ نادي مرباط، نادي مرباط لاعبين مع المضيبي، لاعبينه في صلاله وكل يعني يوم يروح الى مرباط. لا هو مستوى الطموح كم يعني مرباط نص ساعه. لا بقول لك يعني ما هو جديد يعني في هذا الموضوع، تكلم على الحافله. لا المسافه، المسافه عندنا اللاعبين لازم تحل، نمشي المسافه. انت لازم تقعد حلول الان، الحلول هذه لابد انها تكون. انت ذكرت في لاعبين من صور يلعبوا يشتغلوا في مسقط ويروحوا يلعبوا في صور، هلال اخوي لاعبين نادي العروبه اللي اذا المسافه اللي تقطع لصور ساعتين لربع، ساعتين لربع اقل من مشوار مضي. الفكره الحين ليش اريد اقول، انا اريد اقول رد على في حل، انه انت لازم تجد حلول. يعني الفريق ما معقوله ما يلعب، وهذا عمل اداري، عمل اداري بحت. ايوه زين، فهذه المشكله السابقه. ايوه بالتالي شوف، خلينا ناخذ يعني الحاله اللي يعيشها مضيبي كوضع فريق، هو يبعد 20 خطوه. اذا قلنا 20 فريق ما بينه وما بين العروبه، اذا افترضنا انه في المركز السابع في دوري، فرضا انه في المركز السابع تحديدا، وهو هني في الدور المتصدر العروبة، بينهم 20 فريق، 20 نادي أمام المضيبة عشان يوصل لإمكانيات العروبة. إيش الإمكانيات؟ نتكلم عن إمكانيات اللاعبين، خبرتهم مع المنتخبات الوطنية، خلنا نأخذ العامل التعامل مع المباريات، حتى الجوانب المتعلقة بالجانب الإداري. أكيد إدارة العروبة صار لها سنوات وحصلت على بطولة، في أشياء كثيرة، فوارق في المباراة بغض النظر عن النتيجة وعن المستوى. اليوم الفوارق كبيرة وشاسعة. نحن لما نقول برافو للمضيب لأنه مستضيف المباراة، برافو على النتيجة 1-0، أنك تخسر مع فريق فارق الإمكانيات بالمنطق يعني. اليوم نحن قلنا أمس بالمنطق أن العروبة لازم يفوز. طيب نجي على العروبة الحين، هل العروبة كان مفروض يفوز أكثر؟ نعم كان مفروض يفوز أكثر، كان مفروض يركز إنه يأخذ هذه المباراة بشكل مثل ما سوى. معلش نأخذ مفروض حتى يكون مستوى شكل كفريق. بس السؤال مطروح، خلنا السؤال يمكن الإجابة خالد، لو كان عندنا حد من العروبة كان ممكن يسأل. السؤال هل العروبة لعب المباراة بأقل إمكانيات اليوم عشان نحن طيب نتكلم؟ طيب أنت سألت، وسعادة عبد الله المخيني رئيس نادي العروبة معنا على الخط ويجاوب على سؤال سيف الجابري مباشرة. يا مرحبا، مساكم الله بالخير. مرحبا فيك، حياك الله. حياكم الله وسلم إن شاء الله. أتصور سمعت سؤال سيف الجابري؟ أي نعم. تفضل. والله الحقيقة تعرفوا يا جماعة، مباريات الكؤوس لازم هي هذه ضغوطات، ودائما صراحة ما تقول إن هذا فريق أقل عن فريق الآخر. صح رغم إمكانيات العروبة
خبرة لعيبة في إمكانياته، لكن مباريات الكوس تحصل الحقيقة. لو لقيت المباراة استحواذ أكثر نسبة كان استحواذ العروبة، ضيع فرص الحقيقة. ليه اللي يضيع الفرص دائما؟ في سبحان الله الأمور دائما أكثر. كابتن أنور تعامل مع المباراة احترم العروبة الحقيقة بإمكانياته. نعم. وحقيقة الكابتن حارب الحبسة أيضا حارس مرمى نادي المضيبي أيضا صد كم كورة. إيش بقول لك، مباريات الكوس هي طبعا لو إن النتيجة غير مرضية الحقيقة فطبيعة الحال يعني. نعم، لكن يعني اللي حصل اليوم يمكن الأخوة أيضا تحدث عن هذه الجزئية بأن استكمال للثلاث مباريات الأخيرة في بطولة الدوري، العروبة بعد انطلاقة مثالية وإشادة من الجميع يعني بنفس القوة والانطلاقة اللي كانت، صار هناك يعني هبوط في المستوى والأداء والنتائج. والله يا أخوي كيف بفسر لك هذا الأمر؟ ما دروب صار دروب حقيقي يعني بعد مباراة سلسلة الفوز الانتصارات الماضية الحقيقة لعبنا حم 7 مباريات كل انتصارات. بدينا من لعبة النصر، من فار، نادي صور، الشباب، بعدين نادي صحم، وتوقفت فترة طبعا اللي هو بعد قبل لعبة صحم الدوري توقف، والحمد لله فزنا في بداية الدوري الثاني. صار دروب لعبة المصنعة وقلنا بنتلاشى الخطأ في لعبة السويق. نعم. نفس الشيء تكرر السيناريو، تعدل ربما نسبيا لعبة المضيبي، لكن بالنسبة لمباريات الكوس أنا أقول شوية تختلف نسبيا عن مباريات الدوري. نعم. والحقيقة من أمس، أول أمس من يومين احنا نهيئ الفريق نقولهم يا جماعة يعني اليوم لازم نحترم كل فريق. نعم. والحقيقة اليوم يعني نادي مضيبي صراحة يحترم، حتى بين الشوطين كنت أتكلم مع نائب الرئيس والأخوة الغانين بإدارة أقول يعني فريقكم ما شاء الله محترم حقيقة يعني. نعم. وتفاجأ بالنتائج السلبية اللي حققها نادي مضيبي. على العموم على كسرنا الأهم، وإن شاء الله نحاول نجلس مع الجهاز الفني تكون جلسة أيضا مع اللعيبة. هذا سؤالي لك، هذا سؤالي لك سعادتك، يعني يمكن سبقتني في النقطة، ما هي الحلول بالنسبة لكم ولماذا لا تكون هناك جلسة مصارحة مع اللاعبين، لاعبين الخبرة، لاعبين الشباب، من أجل إخراج المارد من مأزقة الحالي؟ لأن الأمور واضحة للعيان ولكل متابع بأن الفريق في طريقة ليفقد صدارة الدوري وقد يخرج من بطولة الكاس لو واجه منافس أقوى من نادي طبعا المضيبي، مع كل الاحترام للمضيبي ولعناصره أيضا. نعم. لا الحقيقة في توجه إن شاء الله تكون هناك جلسة مصارحة مع الجهاز الفني أيضا. نعم. مع اللعيبة، فإن شاء الله نحاول نصحح وما يفوت الفوت. بعد الحقيقة حنقول الدوري موجود وإن شاء الله حن بعد حظوظنا في الكاس موجودة طبعا مع احترام من المضيبي نحترمه. والحقيقة لابد إن اللعيبة يركزوا إن لا الفريق اللي لعبك لابد إن تحترم يعني ما اليوم خاصة يعني ممكن فعلا يعني كانت آخر دقائق ممكن كان تعادل وخرج متعادل. نعم. وما تعرف الحقيقة يمكن يفاجئنا المضيبي وهذه كرة قدم في النهاية. طيب سعادة عبد الله المخيني رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، شكرا لك، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في القادم. يعني أنا أتصور شخصيا أن المرحلة القادمة هي يعني من الواجب لكل العرباوية اللاعبين القدامى الجماهير وغيرهم أن يؤدي أيضا دوره بمساندة اللاعبين، لجلوس مع بعض اللاعبين، كل لاعب أكيد له يعني علاقة وصداقة وقرب من بعض الجماهير أو اللاعبين السابقين، يعني يجلس معاه يتكلم معاه يوجه له بعض يعني التشجيع والتحفيز حتى يعود اللاعب لمستواه ويعود أيضا العروبة لما كان عليه في يعني فترات الدوري. لأن اللي حاصل هذا مش هبوط، هناك فرق بين هبوط المستوى وهناك اللي حاصل انهيار، واضح انه هناك انهيار. وتصور مجلس الاداره قادر ايضا بتكاتف الجميع، وانا اتحدث مش عمل اداره فقط بل تكاتف الجميع من اجل يعني عوده المارد من جديد لما كان عليه، لان حاليا يعني لم يعد كما كان. سيف الجابري اكمل الحديث. انا اشوف بالنسبه لتعقيب لك سعادة الشيخ عبد الله، طبيعه الحال هو يمكن تكلم من شق اداري، أنا كنت أقصد أنه المدرب هل دخل هذه المباراة وفق كل إمكانياته؟ إذا دخل بكل إمكانياته، أنت في مكان في لاعبين ما موجودين اليوم غير لا أحمد. أنا أقصد أنت حتى كيف تزرع، يمكن هلال مدرب يفهم هذا، كيف تزرع أنك تريد هذه المباراة تقدم فيها كل شيء من خلال سعادة أن احنا كلمنا اللاعبين ووضحنا لهم أن المباراة صعبة وما نستهين بالمنافس. إذن هذا الجانب الإداري. نجي على الجانب الفني، إذا كان المدرب عمل هذا الشيء من خلال تطبيق على أرض الواقع في العناصر اللي شارك فيها وغطى المراكز اللي يريدها اللي في عنده إشكالية بالغيابات وغيرها، إذن هذه لغز محير، لأن العروبة بهذا المستوى، إذن أقول بهذا المستوى
الصعوبه ما راح تكون صعوبته على مباراه المضيبي، معلش مع كل الاحترام للمضيبي اكيد ما راح تكون صعوبته في مباراه المضيبي القادمه، صعوبته ما بعد مباراه المضيبي دور الاربعه، صعوبته انه كيف يوصل ياخذ البطوله، صعوبته انه كيف يستمر فيها في استمراره في القمه، لانه الفريق الحين متصدر وعنده في مشكله. لكن لو فرضا جل المباراه القادمه المنافس فرضا صور فاز وهو تعادل، من اللي بياخذ الصداره؟ صور. رده الفعل راح تكون نفسيه يعني كبير، العروبه الحين يحتاج انه يعني يعمل جلسه، أنا اتفق مع خالد يحتاج يجلسوا مع بعض الجهاز الفني مع مجلس الاداره فقط، اذا كان في اراء فنيه تحتاج ان يدخلوا فيها او في ملاحظات. انا اعتقد انه فيليب من المدربين المستمع، مستمع جيد جدا يعني، مدرب راقي، رجل يعني واعي وراقي، وفي نفس الوقت يعني درب منتخبات، درب منتخبنا الوطني الاولمبي وعنده مجموعه من الاسماء الجيده. ما يفقد ما ي... خالد شوف العروبه كاسماء، ما ي... يعني انت بتطلع من الاسماء الموجوده في العروبه، اسماء كلها على مستوى عالي. نعم. يعني انا اقول لك الحين فريق مكتمل من جميع النواحي، مجلس اداره متابع موفر كل الاجواء بشكل جيد. ليش متراجع اذا مكتمل من كل النواحي؟ ما عنده نقص بالهجوم، كيف مكتمل من جميع النواحي؟ لا انا اشوف كل صح، هذا موضوع انا مهم. لا انا ما ادخل في الجانب الفني الحين، انا اتكلم هو ترى بالنسبه، لا لا هو بالنسبه للهجوم، بالنسبه للهجوم هذا الكلام حتى الشيخ عبد الله قال اعتقد في المره الماضيه في المداخله الماضيه. لا بس انت الحين قلت مكتمل من جميع النواحي، كاسماء اتكلم كاسماء خالد، انا ما اتكلم كتسجيل. كيف كاسماء؟ يعني هو الحين ما عنده مهاجم يلعب في المباراه ما يسجل، لكن كاسماء كلها اسماء جيده يعني، يعني اليوم هذا حتى الاسباني اللي هم جايبينه يعني يعني لاعب اكيد هم اختاروه، يمكن المدرب قال يوم الايام قال هذه صفقات تجي عن طريق السماسره باختصار قالها يعني مدربهم فيليب قالها اعتقد اذا انا ما مختلف. لا لا هو موضوع اخر بالنسبه للاجانب، وسعادته ذكر هذه المساله ان المدرب جاب لاعبين اثنين وشافهم. انا اذكر في تصريح ما اعرف هلال يصلح لي، في تصريح من فيليب انه هذا ما اتى من السماسره، بما معناه انه هذا اللي جاني انا من قضيه وكلاء اللاعبين هم هذول اللي احنا حصلنا عليهم، لازم نتعامل مع الموقف لانه ما في تبديل. لا لا لا, 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 لا هذا انا ما لا لا هو انا ما اقول كان لك في كان في مداخله. نعم. ومن ضمن البرنامج لسعاده عبد الله. نعم. ايش قال المخيني؟ على اساس انه عطوا الفرصه للمدرب في الدور الثاني انه يجيب لاعبين، وفعلا جابوا اللاعبين اثنين بخياراته هو أربعة. خياراته هو تفاجأ باللاعبين لما جوا هنا واستمروا انهم غير جاهزين، قال هذول انا ما بيفيدون الا انه اللاعبين اللي حاط عليهم امال هذول غير جاهزين، فقالوا له طيب احنا ما عندنا وقت، لازم تحدد هل تريدهم او ما تريدهم، قال انا ما اريدهم هذول، اريد افضل منهم، قالوا افضل منهم احنا نفتح لك اذا في لاعب انت تتعاقد معاه احنا ما عندنا مشكله، او انه احنا تنتظر نشوف السماسره او وكلاء الاعمال زي ايش اللي صار اللاعبين، فهو نظره من هذا الجانب. ايش اللي صار زي في النهايه؟ جاء عن طريق وكلاء لاعبين، هو الحين بس النهاية صار لما اللاعبين ما جاهزين قالوا هذا اللي موجودين معنا. هو شوف المدرب عنده وجهه نظر، انتم كلكم تعرفون انت مدرب، بس بموافقته هو جو حتى هذه اللي بموافقته، لكن لا بس في يعني في تصريح انا شفته في الجرايد للمدرب فيليب، انا متاكد هذا شفته تصريح او انا ما اعتقد سمعته، اعتقد الله العالم 90% اني طبعا اللاعبين بيجوا عن طريق، هو يقول انه انا في ظل الظروف والوقت المتاخر هذول اللاعبين اللي قدرت اني اخذهم. الحين احنا نتكلم كعناصر، اوكي انتم بتتكلموا عن مشكله ما يسجل الفريق، في مهاجم يلعب لكن ما يسجل، هي المشكله كذا، انتم تقولوا كذا انه ما يسجل، لكن في مهاجم في كل مباراه، في بس مهاجم بس تقول الفريق مكتمل كاسماء مكتمل طبعا، ليش؟ كاسماء او كاسماء كل الانديه مكتمله كاسماء، كل ما شيء نادي ما عنده اسماء. لا 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 انا ما يسقارن خالد. انا ما يسقارن حتى صحن مكتمل ترتيبه السادس ولا السابع كاسماء، لكن اتكلم كفريق الحين ناخذ العروبه كحاله، الاسماء اللي فيه اسماء يعني جيده واسماء مرت بالمنتخبات الوطنيه، ما حد يختلف اليوم على سعد، ما حد يختلف على حسن، ما حد يختلف على زين. انت تفوز بالاسماء والله بالاهداف، انت تدخلني مره ثانيه في قضيه التهديف، مشكله التهديف. انا كلمك الفريق ككل يا خالد في مشكله اليوم مباراه شو اسمه المضيبي، انه عطاءاته يعني خافته في المباراه، ما هو اللي تنتظر منه فريق متصدر الدوري. انا ياسر بطلك الدوري الحين، انا اقول لك هو وصوله لدور الاربعه سهل، قد يكون سهل الى حد معين في اعتقادي الشخصي، قد كره القدم كل شيء وارد فيها. الحين العروبه يا خالد، اوكي دول الاربعه بهذا المستوى لو
تواجه مثلا مع الفرق الاخرى، خلينا ناخذ مثل اذا صادف الخابوره او اذا صادف فرضا السيب او ما اعرف السيب حسب ظروفه، لكن اي من هذه الفرق في الوضع اللي هو فيه مباراه كؤوس او صوره والنهضه او صوره والنهضه، بالتالي الصعوبه راح تكون موجوده. ايضا الصعوبه الاخرى في المستوى هذا، ليش انا سالت خالد، قلت لي عبد الله جاوب الشق الاداري اللي هو المتعلق ان الفريق موفر له كل شيء، لكن الجانب الفني اذا المدرب طلب من اللاعبين تقديم كل شيء، اذا ما قدموا شيء اليوم في المباراه. لكن سيف سؤالي لك، لحظه سؤالي لك، تتوقع ان المدرب بي حق اللاعبين قبل المباراه بيقول لهم اليوم لا تقدموا كل شيء؟ قدموا 50%. ما اتكلم عن الكلام، عن التشكيل، عن العطاء، عن المهام اللي يطلبها. انت الحين هلال بس شيء مدرب في العالم يا سيف في مباراه، انا ما اتكلم، مستحيل بغض النظر عن التشكيل، حتى لو الفريق العروبه لعب بالرديف بغض النظر عن التشكيل. اذا انت الان فريق في دور الثمانية وعندك مهمة لابد انك تتجاوز الفريق المنافس اللي هو النادي المضيبي او فريق اي فريق اخر، بغض النظر عن التشكيل انت لابد انه يكون الادوات. انا ما اتكلم عن التشكيل سيف، المهام فيليب اللي بس خلينا ندخل، واضح انه ماشي في طريق يعني نوعا ما عدم التوازن بالنسبة له كمدرب، بالنسبة له كمعرفته للاعبينه، يعني يضع سعد سهيل في وسط الملعب و يعني يعطي هذا انطباع بانه مشكلته فنيه. اكيد يعني معناها اكيد في لحظه السيب من ضمنها الاشياء فنيه، ناخذ مش حاله صور خلينا ناخذ حاله صور. فريق وصلت الى مرحله تصدر دوري وماشي بشكل جيد، وعندي اسماء، اني انا ما ايضا اني اهتم في الجانب الاخر اللي هو دكه البدلاء. هذا جانب ايضا على المدرب، انه انا ما استكفي بس مجرد انه ال 11 لاعب، لا، اذا غاب احمد مبارك في لاعب اخر. احد الحلول اللي هي ما حصلت يعني اجد حلها وهو تواجد سعد سهيل. هو نتصور هذا العمل اللي ما قام فيه، انه المفروض انه يكون لاعب في اخر بديل احمد مبارك ولا بديل ابراهيم زدقالي ولا بديل يونس مبارك في نفس المركز. لو ما حصل شيء هذيك الساعه يعني يحاول انه يجيب مثلا سعد، ايضا يونس مبارك، ولكن الجانب اللي المفروض انه يكون دكه البدلاء في لاعب بديل، هذا ما اشتغل عليه، وهذا الان بيعاني منه فيليب، ما انتبه لهذه المرحله، مرحله جدا صعبه. هو ماشي صح والكل اشاد فيه، ولكن انك كيف تكمل؟ بس كيف يجوز انا في مكان اخر، يجوز استهان بحيث انه انا في مكان اخر في مكان او في مكان، انا ما اتكلم عن الجزئيه هذه يعني، معلش اتكلم عن وضعيه العروبه. لا شوف انت اذا تتكلم عن يعني الفريق ومشكلته في الجوانب الهجوميه، انا بجاوبك. صور تياغو ما عليه نقد انه ما يسجل، لكن الفريق يسجل ليش؟ الحلول الهجوميه موجوده، حلول هجوميه. اذا تتكلم عن جانب فني ما اقدر اقيم فيليب صراحه، لان الجوانب الفنيه وتقييم مدربين احاول قدر الامكان ابتعد عنها. بس ما انا اتكلمك كفريق كاسماء، حتى النتائج جيده مع الفريق. هذا كمدرب نتائجه جيده مع الفريق. اسمح لي، لا نتكلم عن تسجيل، لان انتم تقولوا ايش يقولوا حسين. لا اسمح لي، لا رديتوا علي الاخوان، بس الفريق يوصل. انت قلت على صور، صور عنده لاعبين الامر مغاير يسجلون، عنده سعود خميس، عنده حلول اوبشنات. ترى اقول لك عنده حلول، بس هنا بالعروبه ما عنده بصراحه. ما عنده حلول، ليش مشكله؟ يعني بالنسبه للخط المقدمه يعني بحاجه الى لاعبين. الكل يعني فريق غير عن هذه الجزئيه من اول الدوري، ان يعني العروبه كان يفوز 1-0. اليوم اللاعبين الاجانب مشكله اليوم، لكن في نقطه ممكن انه اليوم يعني ليش لعب سعد السهيل بغير مركز؟ يمكن الاسبان اللي عنده شويه مستهان بالفريق المقابل، فارق الامكانيات. يا اخي ليش ما نقول ايضا غيابات؟ لان حتى عبد الله صالح فيروز من اهم العناصر، او ربما بالفعل اصابته صراحه مؤثره جدا، ربما انه غياب عبد الله صالح يعني مؤثر صراحه. هو مؤثر لانه اعتبر هو هو عبد الله صالح عبد الهادي كانوا عاملين شغل في الفريق بدايه الموسم، من بدايه الموسم صحيح انه ما كان يوصل لفريق يسجل 3 ويسجل 4 بالنتائج الكبيره اللي كانوا يتعشم فيها، بس اليوم هذا مطلب انه يسجل. يعني انا اشوف، انا اتفق مع سيف انه في يعني ايضا على المدرب انه يجد يعني حلول هجوميه، لان خالد ما يقدر يجيب لاعبين الحين خلاص باللاعبين الموجودين عنده، لازم يتعامل معاهم. طيب هو لكن كعناصر كاسماء ما زين موجوده، عنده اسماء ما في اسماء. يعني انت اليوم اطرافك في الهجوم عندك يعني كعمق دفاع عندك عبد الله صالح عبد الهادي، نعم، هو مهاجم وهمي، يعني مهاجم اللي يعمل لك الحرك في ال، عندك لاعب برازيلي ولكن مش بذاك المستوى، ولكن عندك اطراف تقدر تشتغل فيهم، عندك ايمن، عندك يونس، عندك عبد الله صالح فيروز، اسماء كثيره عندك تقدر تشتغل عليهم في الجوانب الهجوميه. وعيد يكمل بامكانه ابراهيم، يعني كاسماء موجوده لما أسماء موجوده هذه الفكره بس اللي بغيت اقولها. سيف امس سعيد ناصر الفارسي نايب او عفوا مساعد المدرب
قال انك احمد كانوا تمرن بالام يعني يومين كان مريض كان مريض قبلها والمدرب او فيما معناه فضلوا إراحت عن هالمباراه. هل هذه نفسرها بالكلام اللي انت قلته نوعا ما استهانه ربما؟ والله انا كنت اريد اقول هذه الجمله يعني شوف لكن في شيء لا ما بغيت اقول استسهال خلينا ما انا ما قلت استسهال لانه يومين تمرن. كنت افكر مع نفسي هل يعني الحاله اللي فيها احمد مثلا هل حاله انه كان مثلا تعرف بعض الاحيان بعض الامراض اللي تطول ممكن تفقدك يعني قوتك صحيح ولياقتك لياقتك وقوتك بعض الاحيان تكون انت يعني تعبان مرهق زكام او شيء وبالتالي ما راح تفيد الفريق. اذا كان المساله انه هو جاهز 100% كان المفروض يشرك اليوم بدل لا يخلوا سعد سير في هذا المركز المفروض كان يشارك احمد. لكن لو هو ما جاهز احنا نشوف خالد احنا مش اطباء الحين راح ناخذ الافتراضين الحين بس الافتراض انت لاعب سيف وتعرف هذا الشيء يعني اذا لاعب واحد جاي من فتره مرض كم يوم مثلا اربع خمس ايام وجسمه يعني تعبان ومرهق اكيد يفقد يعني يفقد جزء كبير طيب بالتالي بيكون مؤثر في المباراه. سيف سلطان عندك التغريدات وبعد ذلك راح ناخذ تقرير ايضا عن دور الثمانيه ككل. خالد الفن العريمي المارد عرباوي متصدر الدوري وينافس على الكاس بدون مهاجم وبلا اجانب يصنعون الفارق. ما يحدث من عجائب كرة القدم صدق أو لا تصدق؟ سيف ربما أوضحني في سيف سلطان لا عبد الله المخيني أداء العروبة اليوم دليل واضح أن فيليب لا يملك حلول بديلة لمجريات المباراة. كان الاعتماد فقط على العرضيات افتقدنا المارد رغم الصدارة. رحمة الحجرية المارد العرباوي هو الأقرب لنهائي الكأس ولقب الدوري ما يحتاج محسوم. تحياتي لكم طاقم الدكة. بن فاروق كم نتمنى أن يكون النهائي بين أبناء العفية لنستلذ طعم نهائي 1993 مبارك أصبح عليكم مبارك الحتروشي أصبح عليكم جميعا مبروك للعميد ومبروك للمارد. إن شاء الله النهائي بين أبناء العمومة لن يخرج الكأس من صور العفية. ياسر الشحي أصبح على الكباتن الكبار برنامج ممتع وفي تقدم مستمر الله يوفقكم. بس ما تلاحظوا أن الدوري بدأ يتطور عن السابق وكذلك برامجنا الرياضية أكيد هنا يعني يتواكب مع بعض يعني. مقبل الفنة نبارك لنادي المضيبي من حيث المستوى. أما فريق العروبة يلعب بدون هوية على الرغم به نجوم المنتخب الوطني مع الأسف لا لعب ولا مستوى. خليل فحار العروبة لم يقدم الأداء المطلوب والنهضة من صور إلى مسقط والساعة 5 يسافر لبنان ويرجع بعد كم من يوم ويلعب الدوري. يا جماعة هذا نظام إيش؟ سؤال مطروح راح من الجولة حسب اللي وصلنا راح تؤجل. صالح البارحي كابتن صالح الإعلام الكبير مبروك صور مبروك العروبة. هل يكون نصف فرق المربع الذهبي من ولاية صور أم أن للنهضة والمضيبي رأي آخر؟ تحياتي لكم جميعا. نقول لك سلامات يا صالح إن شاء الله تستعيد لياقتك البدنية. زياد بني عرابة مبروك للعروبة الفوز وهارد لك المضيبي. بطولتي الكأس والدوري في هذا الموسم راح تكون من نصيب محافظة الشرقية صور والعروبة. طيب سيف عموما هذه كانت التغريدات واضح آراء المشاهدين الكرام والعرباوية واضح أنهم طبعا ما كانوا راضين عن الفريق رغم أنه حقق الفوز. لكن مرة أخرى أكرر الكلام اللي قلته وقت الالتفاف والمساندة والدعم وإخراج اللاعبين من المستوى اللي وصلوا له لهذه الفترة لأن نفس اللاعبين ونفس العناصر هم اللي الكل قال أن الفريق تصدر وفارق 9 نقاط والدوري راح يكون عرباوي. وسيف الجابري من قال أن نسبة فوزهم 65% انهار الفريق. فاصل ونواصل. We'll be right back.
هدايا كثيرة مع برنامج مكاسب من عمان تيل. احصل على مكالمات مجانا، الانترنت مجانا، رسائل نصية مجانا، تخفيضات على الفواتير، قسائم شرائية. مرحبا بك في عالم من المزايا مع برنامج مكاسب من عمان تيل. للتسجيل اتصل على نجمة 224 مربع او تفضل بزيارة www.omantel.com. فيكم من جديد بنهاية مباراتي اليوم. طبعا انتهت مرحلة الذهاب من دور الثمانية، تبقت مرحلة الإياب الحاسمة في طبعا شهر أبريل القادم، بالتحديد تاريخ 8. راح نشاهد هذا التقرير وبعد ذلك نتحدث بشكل سريع عن المباريات الأربع ومن يعني من الأندية ربما وضع قدم أكثر من الآخر في نصف النهائي. طويت صفحة ذهاب الدور ربع النهائي من أغلى الكؤوس بنتائج سهلت المهمة لبعض الأندية وعلى النقيض تماما بالنسبة للبقية التي تجد نفسها في موقف صعب منتظرة مباراة الإياب، على الظروف تتبدل والحظ يبتسم ليقودهم نحو مربع الذهب. مارينكو خارج أسوار البيت الأزرق والأسباب السرية على حد تعبير إدارة النادي لا دخل للخسارة أمام الخابورة برباعية في هذه الإقالة كما يقول النصراويين. عموما الفهود وضعوا قدما ونصف القدم في المربع الذهبي، أن تسجل 4 أهداف في ملعب الخصم كفيل بترجيح الكفة حينما تلعب الإياب، إلا إذا انتفض رفاق ميشاك وقلبت الطاولة على الخابورة. أندية العاصمة استقبلت مباراة الذهاب بذكريات الزمن الجميل والألقاب الوفيرة، سيناريوهات مثيرة. تقدم أهلي ستاب بعد أن بات منقوصا بلاعب، عاد السيب قبل أن تلفظ المواجهة أنفاسها، تعادل بقدم الحمداني والمالكي يؤمن الفوز بهدف ثاني. السيباوية يشكون رحيل أبنائهم وإدارة الفريق الأخضر ينتقدون التحكيم. اليوم رقص النواخذة باحترافية على أنغام المديمة، كل ما زاد ألقهم زاد طرب الجماهير. العميد الصوراوي يؤمن نتيجة الذهاب بهدفين نظيفين. أزال العبقري سالم سلطان يواصل انتصاراته منذ تولي المهمة، ومحمد مبارك موهبة تضاف إلى مخزون مواهبنا المنسية. المرء يرى بعينين لا بثلاثة يا نهضاوية، وحتى العينين ترهقان من الضغط العالي. ما نرمي إليه الإجهاد الذي تجلى على الفريق، أيحاربون من أجل البقاء أم ينافسون من أجل الصعود في الآسيوية، أم يضحوا بكل ما ذكر من أجل بطولة عاندت عنادهم. المضيبي كاد أن يحرج متصدر دور عمان تيل للمحترفين، حيث لم يظهر ذلك الفارق الفني الذي تنبأ به البعض. العروبة ينهي المواجهة من الدقيقة 7 برأسية أحمد مشعل. لا مفاجآت سوى رباعية الخابورة، لا أحداث كبيرة تستحق التوقف معها بانتظار حسم الإياب، وقبلها نعود لدورنا المتقلب. هذه كانت قراءة سريعة لدور الثمانية قبل أن يتحدث هلال بشكل سريع عن هالمباريات. أنا فقط ربما يعني نسيت أني أوجه تحية لجمهور النهضة اللي حضر اليوم إلى ولاية صور، من البريمي إلى صور، أعتقد يستحق كل التحية على تواجده مساندة الفريق. بطبيعة الحال جمهور صور متواجد المباراة مقامة في صور، لكن تلك الجماهير كان حضورها يعني مميز، وحتى العدد كان يعتبر جيد قياسا بالمسافة الطويلة. ويعني والحاجة الثانية محمد مبارك
لاعب نادي صور أتمنى 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 ثلاث مرات أن يستمر بالمستوى اللي قدمه في الوقت الحالي وأن لا يتأثر بالكلام اللي يذكر هنا كالعادة نمدح لاعب أو إطراء للاعب اليوم وفي اليوم الثاني أو الأسبوع اللي بعد يظهر بشكل مختلف. هلال قراءة أو تعليق بشكل سريع على الأربع مباريات. نعم يعني التقرير هو شارح المشهد كامل ولكن في جزئية بسيطة من خلال لاحظنا أنه الخابر وصور هم يعني الناديين نجمي الجولة. المفاجأة الكبيرة كانت في إغالة مدرب النصر مريكو. يعني هذا اللي لاحظناه في خلال كنتيجة الخابورة في مع النصر في ملعب النصر نعم. قوامها أربعة مع تميز واضح ومع عدم ظهور للنصر بتاتا ما كانت في هناك ردة فعل جدا قوية. إضافة إلى ذلك المباراة الثانية صور عمل الشيء اللي هو يريده في مباراة اليوم وكسبا للنادي النهضة. أفتكر هذين الفريقين هم اللي ظهروا بمستوى جيد كنتيجة وكمستوى فني. إنما الإغالة اللي كانت عليه علامة استفهام الحدث اللي على علامة استفهام هو إغالة مدرب النصر. نعم طيب إذا كانت الأهداف ممكن نأخذ الأهداف في الجولة أو الدور الثمانية. طيب أهداف الذهاب في دور الثمانية نشاهد الأهداف وبعد ذلك وقتنا أكيد راح ينتهي. الكونتر اتاك السريع لأهل ستام خطيرة هذه خطيرة الآن لهيثم. هيثم يحاول هيثم لعبها ممتاز ليوناردو الله يتقدم خالد خالد الله التعادل للسيب. الركنية راح تلعب من هيثم خالد هذه للسيب أخطر الآن الله ممكن تقدم فيها عرضية موجودة كوفي بشكل جول اتذكر 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 لكن مجرد مستمرة جول الكابورة هنا موجودة أمام نادي العروبة خطر موجود الآن فيها فرصة فيها فرصة تقدم فيها وتنحط في الجول حطت في الجول هذه المرة عن طريق سعد السعدي الذي يرسل السعادة كاملة بهكا مميزة وأنور المبارك بيخلصها ما زال السقوط لكن الظهور جاء من جانب سعيد وتسديده جول فيها فرصة فيها فرصة تذكر فيها وتسديده الله فيها الخطورة فيها الخطورة جول أفضل في استغلال الفرص في أرضية الميدان محاولة التقدم لسعود خميس أمام المرمى في المرمى الهدف الأول الهدف الأول يأتي العميد ينجح الكرة لا زالت قائمة المحاولة لا زالت حاضرة في المرمى خفيفة من العمد داخل منطقة الجزاء لا زالت خطيرة هي كذلك الله هذا كانت الهدف سيف الجابري 20 ثانية معك سيب وصور سيب وصور قطعوا 65% لأنهم لعبوا في ملعبهم بس فازوا نعم في ملعبهم العروبة والخابورة لعبوا خارج ملعبهم قطعوا 70% لهم فازوا الله يستر من نسب عدل طيب احنا عموما وقتنا انتهى هلال مخيني وسيف سلطان وسيف الجابري وهيثم خليل شكرا لكم رباعي الدكة حياك الله وسيف شكلك خلاص متوقع لا بس كلام محمد طيب طيب احنا وصلنا عموما للختام نلتقي ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه للبرنامج الدكه والحديث عن سواء لو سمحتوا لي عن البطوله الخليجيه او حتى عن الدوري ومنافسات الكاس هذه تحياتي وتحيات افراد طاقم عمل برنامج الدكه الى اللقاء